الثلاث دقايق تأخير اللي احنا اتأخرناهم في المقدمة او في الحلقة بتاعت النهاردة سببهم سعيد جميل. من اولها كده قال لي عايز احلق وكان عند الحلاق وبيغير لبس بقى اللبس ده مش عاجبه لا ده عاجبه مش عارف ايه جننا فالاربع دقايق تأخير دول من عند زميلي وصديقي وعشة العمر واخويا الصغير مش هقول الكبير سعيد جميل الاعلاني. ايه يا سعيد كل ده فيها ايه الرجاله بتاخد وقت في التحضير قوي كده كل ده بتسرحي وجايبه ضيف اساسا ما عندوش شعر ومش مراعاه ابدا شعوري خالص يعني بجد الرجاله بتاخد وقت في اللبس والتحضير قوي كده اكيد طبعا عندنا تفاصيل عندكم تفاصيل بس في ربع ساعه انت نورت يا استاذ سعيد ربنا يخليكي طول الوقت والله جداً. احنا بنحب حلقاتك جداً. احنا عايزين بس نقول النهارده للمشاهدات بتوعنا ان احنا يعني واخدين سعيد واخدينه على فين يا راتو تنزانيا خلاص النهارده احنا طول اليوم احنا النهارده طول لا يعني برضو مش طول اليوم عشان كده بنضحك عليهم لكن احنا النهارده هنبتدي نتكلم مع الرجاله طب انت استني ها وهنبتدي وابتديتي تقولي الرجاله ورحتي معليه صوتك ومزعقه انت هتبتدي تزعقي من اول لا خالص لسه ما ابتديناش لا انا كيوت اهو طب اللوك اخباره ايه ايوه كده بليز وممكن كمان احط التليفونات لسعيد لو واحده عايزه تقول له حاجه مثلا ماضي الاسود اي حاجه بقى لسه ابويا كان بيقول لي كده والله احلى يعني سلامنا لسياده المستشار والله ف تقول له يعني يا دادي ولا ايه؟ ايه يا استاذ سعيد طيب المهم ما علينا فاحنا هنسمع من الرجاله برضو نديهم متنفس فاحنا قررنا ان احنا يعني ايه ندي متنفس ده في صوره سعيد جميل الحمد لله ان احنا ابتدينا ناخد متنفس عند رضوى هنناقشوا شويه في شويه مواضيع ليها علاقه بالستات والرجاله نسمعهم برضو نعرف دماغهم نشوف بيفكروا ازاي نحاول نقرب وجهات النظر يعني ايش يمكن خلاص وبعدين نبتدي نتكلم في اسك رضوى او اسال رضوى اللي احنا استاذنا النهارده سعيد ان هو يشاركنا فيها وحشتيني قوي من امبارح بحبك وبموت فيك وحشتني قوي لكل الرجاله اللي معانا كله مساء الهنا والسعاده كان المخرج ما يقطعش على سعيد وانا بمسي على الستات والبنات القمر برضه حاطط الكاميرا عليه طب مساء الفل والسعاده والجمال والحلاوه مساء الفل يا رجاله مصر واحلى تحيه لكل الرجاله اللي بيتفرجوا علينا حاضر ايه أول زعها. موضوع خليكوا شاهدين أول موضوع معانا النهارده ليه الفيشة بتتشد بعد الجواز؟ حلو يعني ليه هو يعني هي بتبعت تقول لنا إيه هو ما بقاش شايفني زي الأول وأنا كمان ما بقتش منجذبة له كنت بنزل وأجري عليه وأسرح شعري وألبس أحلى لبس وأحط أحلى بارفان ومش عارفة إيه وكذا وحتى لو هشوفه كل يوم وهو يقول لك إيه أنا كنت بشوفها قمر وصاروخ وجميلة تهد الارض من تحتها. What happens بعد الجواز؟ بيحصل ايه؟ طيب زي ما انت بيجي لك رسايل وموضوعات انا كمان بيجي لي رسايل كتيره جدا يا رضوى. حلو. وانا حابب اقول لك هنا ان هي مسؤوليه مشتركه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان مش معنى انك بتقومي بكل واجباتك المنزليه وانك ست بيت هايله انك قاعده تزعقي لنا طول النهار. طول النهار زعيق انا عارف انك تعبانه وبتصحي من بدري ويا سلام لو انت بتشتغلي لا اكمل طب انت هتقطعيني من اول ما سالتي سؤال انا عارف انت مش قادره طيب طول النهار زعيق افتح الحله زعيق اخش الحمام يا لهوي بالجزمه اخش مش عارف طول النهار بتزعق فالحوار بيبقى ساكت فهو بيبقى ماشي عارفه القطه اللي ماشيه على طراطيف صوابعها طول النهار لان هو شايفها دايما متعصبه هي شايله مجهود وشايله يعني بتبذل مجهود وشايله حمل كبير بس هي بتبقى عصبيه ليه؟ ليه؟ اتفضلي حضرتك مين الراجل الكيوت اللي انا ممكن اتجوزه دلوقتي حالا اللي بيدخل يمشي على طراطيف صوابع ده كل الرجاله الموجودين دلوقتي انت جاي انت فعلا جاي من تنزانيا ولا ايه؟ لا انا مش جاي من تنزانيا انا جاي من اكتوبر يعني انت قصتك ايه؟ مين الراجل الكيوت اللي بيدخل يا حبيبي قاعد خايف يدخل البيت لا فين الراجل اللي بيستحمى وبيرمي الهدوم في الحمام وعلى الميه والقرف خلاص شكرا فين شكرا الراجل اللي شكرا بيدخل بالجزمه بعد ما هي بتوطي ويجي لها الغضروف وبتكلم بجد من كتر التوطيه والمسح والغسيل والنشير ويدخل هو كانه يعني بيت ابوه
ما هو ما هو بيته يعني. لا 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 لا، ده ما انت قلت حياه مشتركه. ويدخل ويدوس بالجزمه من بره من الطين بالحياه، والمطلوب منها ان هي توطي تمسح مكان جزمته. اسكتي، مش ده اتغير دلوقتي؟ لا اسكت، لسه ما اتغيرش. لا اسكت، لسه ما اتغيرش. المطلوب منها النهارده انها تصحى الصبح، وبتكلم بجد يا سعيد، الام هي اللي بتصحى مع الولاد عشان تصحيهم المدرسه، المفروض ان هي بتفطرهم. في حياة انها بتشتغل فبتعمل الفطار لجوزها، او ما بتعملوش عشان ما نبقاش بنطلع ست مثالية، بتاخد بعضها في عز الزحمة دي، بتاخد بعضها وتنزل تروح الشغل. ماشي. تبتدي تقابل يا مدير غلس، يا مدير غلسة، يا زمايل منافسين، يا مرتب قليل، يا مرتب مش بكفي، يا الحياة معاها خالص وحشة. طيب لازم ترجع البيت بدري، يا هتجيب العيال من المدرسة عشان توفر فلوس المواصلات اللي جوزها مش قادر عليها نظرا للحياه الاقتصاديه، احنا مش بنلوم عليه. أكيد. وبعدين ترجع على البيت، تغدي العيال وتذاكر العيال، لو في تمارين هتودي تمارين، ولو في غسيل، ولو في مسح، ولو في نشير، ولو في اي حماده يتعمل في البيت. وبعدين تخش تستحمى وتعمل شعرها سشوار وتحط ميك اب وتنام. لا لا ما كملي. وتبرفن. ايه يا سي حسن؟ ايه يا حياء؟ وهنا ها؟ الحمد لله على سلامتك يا سي حسن. ايه يا ابو علي بقى ما تفك وكده؟ ما تغيروا بقى الديالوج ده، ما تغيروا الديالوج اللي ما بيتغيرش ده. لما تغيروا انتوا الاول. هو الديالوج ده ما بيتغيرش ليه؟ لما تغيروا انتوا الاول. هو الديالوج ده ما بيتغيرش ليه؟ خش اغسل معاه المواعين. خش اغسل معاه المواعين خلاص، وانشر الغسيل اما ترجع، وذاكر انت للكبير وانا هذاكر للصغيره، وبعدين قولي ما تتعصبيش في البيت. حكيتي لي حكايه الست المكافحه اللي بتصحى من الفجريه لغايه بالليل والظهريه، وانا ما حكيتلكيش حكايه الراجل اللي مش عايز اسمعها عشان عارفاه. لا لا كده، لا كده، بصي كده انت مش مدياني المجال. طب المره دي مش عايز احنا خلينا نتكلم الموضوع. طيب اوكي، ايه سبب ان الطرفين نقرب؟ نقرب. عايزه نقرب. طيب. عايزه اقرب. اول حاجه دي هتبقى رساله للراجل وللست، مش معنى ان انت متروق بره ان انت تخش تطلع عصبيتك عليها، ومش معنى ان انت شايله حمل ان انت تظهري قدامه دايما الفيله ابو زلومه. لازم تبقى عارف ان انت داخل البيت هتقابل حبيبتك، الله، ام عيالك، الله، وتنبسط. ارمي كل هدومك وارمي كل تعبك على باب البيت، بس انت برضو لما تلاقيني برمي تعبي احتويني بقى، خديني في حضنك، دلعيني، ابتدي انسي كل الديالوج اللي الاستاذه رضوى قالته في المشاوير الكتيره، وقولي ايه الحياه صعبه، ما تيجي ننبسط شويه. صح صح صح، بس كده فين؟ اوكي اتفقنا. الحمد لله. طيب الحمد لله. الموضوع التاني، اوكي، هو المفروض الراجل يساعد الست في الاعمال المنزليه؟ على حسب. على حسب، على حسب ايه نوع الاعمال يعني. يعني ايه نوع الاعمال؟ ممكن مثلا اخش مثلا لو احنا مثلا عندنا بيبي جديد وانت مثلا في المطبخ وشفت البيبي بيعيط، اخش هشتكه شويه عادي، ماشي مفيش مشكله. عندنا ضيوف مثلا، انا اغسل وانت تنشر. انا اغسل المواعين وانت انا صبن وانت تشطف، انا اكوي وانت تنشر. مش الحاجة. طب انت هتنزلي معايا في الشغل؟ انا بشتغل انا كمان. ايه؟ ما انا بشتغل. طب ولو ما بتشتغليش؟ لا هتبقى حاجه تانية. بس اوكي. ها؟ لا لو متفقين ان احنا هنشتغل وهنشير كل حاجه. أيوة. يبقى انا شير معاكي كل حاجه. على فكره مش عيب ان الراجل يغسل مواعين في البيت، ما هو المواعين دي هو الوكيل فيها، مش عيب ان هو يشيل شبشبه ويحطه على جنب، ما هو اللي كان لابسه. لكن العيب بقى انت جيت على المطبخ. موافقه، تصدق ان انا موافقه على اللي انت بتقوله؟ الحمد لله. ولو عايزه مثلا اطلب منه هو يساعدني، فنقول له مثلا يعني مش بالاوردر، او انت مثلا انت ما بتعملش اصلا حاجه، انا شايله كل حاجه ومش عارفه ايه. لا احنا برضو عندنا ايه، لازم يكون عندنا سنس في التعامل. طبعا. فلو عايزاه مثلا يساعدك مش امر. عشان بتقلب بسنسيتيف. ماشي. فهي روحي حبيبي معلش انا هتقل عليك. والنبي ساعدني. بصي انت بتطلبيها والله العظيم لو تطلبيها كده اقسم بالله امسح لك سلم العماره كمان. والله طيب. العظيم لو طلبتيها كده امسح لك سلم العماره. خلاص ما انا بنغششهم اهو. لازم. قبول. ده عشة 22 23 سنة، فخلاص فاهمين؟ ف 24 سنة، لا 25 كده، احنا انت كده هتكبرنا جامد. ف لازم يبقى فيه، وبتكلم بجد، وانت بتعامليه جوزك تحديدا لازم يبقى فيه مرادفة. الله. لازم يبقى فيه دلع ومرونة.
هما يقول لك ايه، انت بصيت لها، بصيت بتبص بره، طبعا غير ان هما طبعا معظمهم خاينين وعندهم مشاكل نفسيه مش معظمهم، في جزء خلاص قليل خلاص كثير خلاص، لكن هو برضو يقول لك ايه، اصلها حلوه، اصلها لونه، اصلها دلوعه، مش شارب، مش حاده. هي مين دي؟ مش هي مين دي؟ هي مين دي؟ اللي هو بيبص لها بره. يعني انا بقى انا شايف واحده بره اقول لمراتي دي لونه ودي لا، احنا لما بنسالهم انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك اصل هي اصل انا عندي في البيت فراخ بانيه، يعني انا مفيش غير خلاص. لازم يبقى في، معلش زي ما سعيد بيقول. طب ممكن اخد منك حته بعد اذنك؟ انت بتقولي هي لونه ولذيذه وطريه والحاجات اللي انت قلتيها دي، هي دي مين؟ واحده هو شافها بره؟ عملت معاه كده؟ تعالى بقى، تعالى تعالى تعالى، ليه بقى ليه؟ هي عملت معاه كده ليه؟ هي مش عارفه انه مرتبط ومتجوز؟ مش عارفه ان في هانم في البيت ممكن تكسر قلبها؟ لا، هي عارفه ان الهانم في البيت هم منفصلين وكل واحد فيهم قاعد فوق ده اسكت. منفصلين بس متصلين على عالم. وتلاقيها حامل ومنفصلين وهي قاعده في اوضه، هو قاعد في اوضه، هو مضطر يكمل معاها علشان خاطر العيال، اصل هو لسه مخلفه، اصل هي لسه مدبسه في عيل صغير عنده 9 شهور، والواد بيقول بابا بس معلش ما بيقولش بابا. بصوا وانا داخل الاستوديو لقيت اوضه كلها ستات، ده الاعداد، ده عندها طقم اعداد قوي جدا، يعني انا ربنا يصبرني. اللي بعد اللي بعده، هي الستات خلاص لا قدر الله طبعها شكاك شويه، ولا ده ظلم وافتراء وانتوا اللي معظمكم خاينين؟ بصي ان شاء الله، يعني انا ما قابلتش في حياتي، خليك فير ماشي طيب. يا جدعان اقسم بالله انا بيمارس عليا قهر مش طبيعي. لا لا لا، ما اقدرش، انا اول سيرفايف، ما اقدرش، احنا مع الراي والراي اخر، وانت راجل يعني جاي مستضيف. هي انا راجل، هي اتفضل. حاضر حاضر. انا ما قابلتش ست ما بتشكش، يعني انا في الحياه في الدنيا، وانا ازعم ان انا يعني عايش بقالي حبه حلوين، ما فيش ست ما بتشكش، انا بشك الا ان يثبت العكس. فهي مش بطبعها، هي دي حاجه جواها، ولازم كل راجل دلوقتي يطمن الحته دي عندها، لان هي غصب عنها. ما هو برضو يا رضوى انا عايز اقول لك، انا في الحته دي مع الست قوي. حلو. ليه؟ لان هو الراجل ده الكومفورت زون بتاعها، ده الراجل بتاعي اللي انا طلعت بيه من الدنيا، فلازم ابقى خايف عليه، ولازم ابقى انا ما بسميهوش شك، انا بسميه حذر. وطبعا الحذر لا يمنع القدر، بس هي هم محذرين، بس هو الراجل ما تقوليش لا قدر الله، هم شكاكين، فالراجل لازم يراعي البعد ده عند الست. يعني طب ما تيجي نغيرها، هو مش شك، هي بتبقى عايزه تطمن. ممكن. صح؟ صح. فبتفضل قاعده مستنيه الراجل اللي معاها يطمنها. بيعمل هو ايه بقى؟ ياخدها حته مقص حراميه هناك. يا حبيبتي بتبقاش بقى فاهمه، فتقعد بقى طول حياتها عندها شك في نفسها وعندها شك فيه ومش مطمنه. خلاص؟ فهنا المشكله في الراجل مش في الست. فاحنا نقول للراجل، احنا لازم نقبل طبيعه بعض. احنا نقول للراجل ايه دلوقتي؟ لا طمنها، الست بطبعها بتبحث عن الامان وشايفه في الراجل الامان، فهي لو شافت ان الراجل اللي معاها ده مش امان هيتكسر بينهم حاجات كتيره، وممكن الحياه الجنزير يقع وتبقى ليله سودة طبعا. بجد؟ نو امان لاي مان. ايه؟ نو امان. نو امان لاي مان؟ عارف اللي هي زي بتاعت مفيش صاحب بيتصاحب؟ نو امان لاي مان؟ ماشي. انت ركنتي التوك توك بتاعك بره في ايه يا جدعان؟ طيب هل الكلام اللي مش لايق على شياكتك دي؟ هل ايه؟ لا اتفضلي حضرتك. هل ايه؟ افندم؟ هل الرجاله بتؤمن بالحاسه السادسه اللي عند الستات؟ لا لا، انا ما بؤمنش بالحاسه السادسه. انا مش بتكلم عليك انت، انا بتكلم على الرجاله. هل الراجل ان شاء الله مساء الخير سعيد جميل راجل. ايه انا راجل؟ اصل انت بتقولي انا، ممكن تكون انت لا تؤمن، بس الرجاله بيبقوا حاسين ان الست دي لو انا اتلويت يمين او اتلويت شمال هيبقى عندها حاسه سادسه كده، هتحس بيا من غير ما انا اعمل اي حاجه. لا، هي ما عندهاش حاسه سادسه. مين اللي قال لك؟ لا طب خلينا اكمل الجمله. طيب، خلينا اكمل الجمله يا رضوى هانم. ماشي. هي ما عندهاش حاسه سادسه. انا عايزاكم تحطوا التليفونات يا جماعه. ماشي. هي ما عندهاش حاسه سادسه، هي عندها شفافيه. والله العظيم، ابتداء من الام وصولا للاخت انتهاء بالزوجه.
تلاقي الام لو ابنها جرى له حاجه بتحس كده قلبها تعبها. طب هي عرفت من ده منين؟ دي شفافيه. بصي الطاقات الايجابيه والسلبيه، قعدت اقرا في علوم الطاقه كتير جدا، وعرفت ان بجد لما بيقول اتنين متواصلين مع بعض وفي ما بينهم رابطه او كونكشن بيحسوا ببعض، دي حقيقه. ده مش اي كلام. هي ما عندهاش حاسه سادسه، هي عندها الترانسبيرنسي، ان هي من كتر ما هي قريبه منه الطاقات حتى لو هم مش قصاد بعض بيحسوا ببعض. يا رضوى والله انت كم مره بنتك وقعت، يعني ربنا يديهم الصحه، ما وقعت مثلا في النادي وتعورت وانت حسيتي بنغزه او حسيتي بحاجه في دماغك او فين التليفون اكلم البنات؟ صح. بتحصل. فهو برضه هو راح مع واحده ست، ايه ده جوزي فين؟ هدول التليفون. صح. ده دلوقتي ده بيرقص له دلوقتي. وانت عارف الان بيبقى ايه بقى؟ الان احلى ما تدور وراه. يعني خلي بالك الست عندها جهاز مخابرات قوي جدا في دماغها تخليها تعرف عنه كل حاجه. تشوف بيروح فين، المكان اللي بيروح فيه، تخلي حد مثلا ايه ياخد له لقطتين. تدور وراها على فيسبوك وتشوف مين عامل له لايك، وتدخل على اللي عامل له لايك تشوف مين عامل له لايك، اللايك عشان تشوف لايك اللايك اللي عامل التعليق هناك، فتجيبها من هناك خالص. طيب هنا بقى عايز اسال كل ست هانم وكل واحده قفشت الراجل، انا عايز اعرف انت منين بتجيبي هدوء الاعصاب ده لما تعرفي وتتاكدي ان هو كان مع واحده او بيلعب بديله واعداله في البيت، بتحضري له الغدا وتحطيه له، بتطبطبي عليه، بتنامي جنبه ازاي؟ ايه ده 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 مين اللي قال لك؟ لا لا ده احنا اتغيرنا خالص. لا بيقعدوا، لا اتغيروا، لا 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 صدقني. امال بيعملوا ايه؟ امال بيعملوا ايه دلوقتي؟ صدقني. طب ماشي صدقني. ده بيتمسح بيهم الحاجات صدقني. بقول مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحريات. طب اخد بقى معانا راجل، ايه رأيك بقى؟ يلا يلا, يلا بقى يا استاذ احمد، ايه رأيك بقى؟ استاذ سعيد ابتدى يجيب الرجالة للبرنامج. احمد باشا رد على الاستاذ. الف تحية لكل راجل بيتفرج علينا. يا استاذ احمد. ايوه استاذ، اهلا وسهلا. مساء الفل. مساء النور. خش يا سعيد. والله انا بحييك ان احنا بدانا نتناول الجزء الثاني، والخطوه الجايه بقى نغير اسم البرنامج نخليه هو وهي. هو وهي؟ ايوه دي فكره حلوه جدا، انا موافق. استاذ احمد انت داخل تغير، انت داخل تغير هويه البرنامج يا استاذ احمد. حقوق المراه، وعندنا اليوم العالمي للمراه، وعندنا عيد الام، مفيش اي حاجه للرجاله خالص؟ لا في يا فندم، في في لا الله، في عيد الاب. بعدين اسالك سؤال، طيب في عيد الاب وفي عيد الاضحى بتوع الرجاله؟ في عيد الاب صح عندك، وفي عيد الاخ، وفي ده يوم ايه؟ طب عيد الاب وعيد الاب احطهم لك دلوقتي على الشاشه يا استاذ احمد. بقول ايه؟ علي صوتك يا حماد، علي صوتك. ما انا ما عنديش اصلي رجاله كتير بقالي سنين في حياتي، ابويا مات الله يرحمه وانفصل، فانا ما عنديش. برضه شكوى صغيره، اتفضل. ليه دايما لما الراجل بيغلط بيقول ان هو غلط؟ ليه الزوجه مثلا لما تغلط او الست لما تغلط بتكابي، ما بتقولش انا اسف، ما بتقولش انا غلط غلطانه؟ يا استاذ احمد ايه، ما فيش حد كبير على الغلط. لا لا استنى استنى، اللي يغلط يعتذر. بتقول لك لكن انتوا مشكلتكم ان انتوا غلطتكم بتبقى كبيره شويه، احنا غلطتنا بتبقى مين اللي كده نوني سمسمه، فاهم يعني؟ اصل خلي بالك يا استاذ احمد، هي النهارده لو حضرتك دلوقتي راجل متجوز وهي غلطت معاك هتعمل ايه؟ هتتعصب شويه، هتتضايق منك، هتتقمص، تقول لها مالك، تقول لك ما فيش، يعني حاجات كلها ايه نلمها. لكن يا استاذ احمد يعني انا بس من خلال المداخله عايز احيي مراتي عشان ما تزعلش، انا بكن ليها كل اللهم صل على النبي. دخل يحيي مراتي. ايه دخل يحيي؟ ايوه تحيه كبيره بقى، وعايزين نعمل كيكه البرتقال وشويه شاي وقاعدين اخر روقان بقى. برضه شويه الله اكبر عليك يا استاذ احمد، والله زوج زوج جميل. طب استاذ سعيد عايز تقول له حاجه؟ لا انا عايز اقول له ربنا يثبتك يا اخي باذن الله. ربنا يثبتك يا اخي. شكرا شكرا يا استاذ احمد، والله شكرا وبرافو انه دخل. شفت لم اهو قال لك هو وهي، مش هي بس. لا لا بتهزروا. هي اخد بس عمر. ليه هي وبس؟ اخد ليه؟ عمر ايه عمر استاذ عمر. استاذ عمر اهلا وسهلا يا استاذ عمر. اهلا بحضرتك، اتفضل يا استاذ عمر. اول حضرتك بجد والله من معجبين من برنامج حضرتك، وخطيبتي كمان بتشاهدك على طول. بجد يا استاذ عمر؟ بجد والله، والله العظيم انا فرحانه بيك وبخطيبه حضرتك والله العظيم. ربنا يخليك. طب وحضرتك بيعجبك ارائنا؟
اكيد طبعا، على فكره انا ربنا يخليك جدا. ربنا يخليك يا استاذ عمر، ربنا يخليك والله العظيم. شكرا. انا كنت متواصل مع حضرتك، يعني عندي مشكله كده يعني بسيطه. تحت امرك. لسه فاسخ خطوبتي بقالي بالظبط اسبوعين. لسه ايه؟ فاسخ الخطوبه بتاعتي بقالي اسبوعين. فاسخ الخطوبه بتاعتك بقالها اسبوعين؟ يعني اللي كانت بتتفرج على روضه دي انت فسخت خطوبتك معاها؟ لا انا فسختها يعني بسبب مشاكل عندنا مع اهلي. انا ماليش دعوه. اوكي اوكي. طيب ماشي. انا بس يعني حبيت ان انا اكلم حضرتك عشان عارف خطيبتي بتتفرج على الحلقات بتاع حضرتك كلها. طيب. انا مشكلتي كلها يعني انا خطيبتي اتعرفت عليها 7 شهور في الشغل. وحبينا بعض، يعني انا كان فكره الجواز عندي انا كنت مش حبيبها خالص. وعادي يا استاذ عمر، كلكم والله في الاول بتبقوا عاملين كده. لا 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 ده بجد، يعني انا كنت مش حابب فكره الجواز والخطوبه، كنت حابب اني اعيش لوحدي. من طيب. ساعه ما شفتها من اول مره بجد انا هي شدتني، حبيتها على طول. ما شاء الله. طيب من اول مره حبيتها على طول؟ من اول مره. ايوه حب من اول نظره. ماشي ماشي. تسمعش عنه؟ لا سمعت. فقعدت 7 شهور ان انا اقنعها، كانت برضه ان هي كانت مخطوبه قبل كده واتصدمت جامد. فانا لما جيت خطبتها غيرت لها في الفكره الاولانيه خالص. حلو. واي حاجه كانت هي بتيجي يعني غلطانه فيها انا اللي بروح اتاسف على طول، انا اللي بروح اصالحها على طول. ما هو عمر ده مش صح برضو ان انت تبقى بتصالح على طول، خلي بالك. بس كمل. ها انا عارف ان هو بالصح. طيب. بس انا ما بحبش ما اقدرش ان انا اشوف دمع ناس ده من عينيها. ادي الرجاله اللي انت شفتي اهو، شفتي كيوت. طيب يا عمر كمل يا حبيبي كمل. انا بس يعني المشكله عندي انا فسخت خطوبتي بسبب ان اهلي يعني بيقولوا لي ان هي مش متواصله معاهم على طول، ما بيكلمهمش، بيكلمهم على الواتساب بس ما بتتصلش بيهم. ما بتسالش عليهم يعني؟ ما بتودهمش؟ ما بتسالش عليهم. طيب هل في مشكله مثلا ما بينهم حصلت في خناقه؟ ما فيش اي حاجه. اتكلمت معاها يا عمر؟ اتكلمت معاها، هي ما بتعرفش تتكلم في التليفون، هي خجوله جدا. طيب يا عمر يعني ما تقول الكلام ده لاهلك. طيب قلت لاهلي وحبيت ان انا اصلح الصوره كذا مره، مش عارف ان انا اعملها، ان انا اول مره في حياتي ان انا اكلم واحده. طب عمري في حياتي خالص ان انا اخش في مواضيع زي دي. طب هي اسمها ايه يا عمر؟ تقى. طب تيجي نصالحها سوا؟ يا ريت. طب عايز تقول لها ايه يا عمر؟ انا عاوز اقول لها انا شريكي وهفضل شريكي ومش هسيبك، ومفيش اي حد هيقدر يخش حياتي غيرك انت، وهعمل المستحيل عشان ترجعي لي تاني. يا عمر. ايوه مع حضرتك. ممكن اقول لك حاجه؟ مع حضرتك. العلاقه دي لازم يبقى فيها طرفين، زي ما انت موجود وشاريها وبتقدم لها كل الحب ده، لازم هي تبادلك نفس الحب، ولازم تبقى هي شريكة. طب ما هي اكيد بتبادل نفس الحب. ولازم هي والا ما كانتش هو يحبها كده ولا ايه يا عمر؟ لازم تبذل مجهود في العلاقه هي كمان. مش هي كمان بتحبك يا عمر؟ جدا. وبتبذل مجهود؟ وهي ما كانتش هيحبها كده يعني. بس ما هي لو كانت بذلت المجهود ما كانوش سابوا بعض. لا هو ترفع سماعه التليفون على مامته، ازيك يا طنط مساء الفل. ما احنا عايزين نقول لتوها الكلمتين دول، يعني الحياه يا توها هات وخد، يعني فاهمه؟ يعني لازم برضو تكلمي اهل عمر عشان احنا المفروض نبين ان احنا شاريينه. ممكن اقول حاجه لتوها؟ اه يا توها عمر بيحبك. التوها لا بقى وفي الراجل عشان انا قلبي وجعني عليه. وكلميه وربنا يصلحكم على بعض ان شاء الله. طيب يا عمر ان شاء الله هي بتتابعنا صح؟ عمر قفل. ان شاء الله يا عمر هتتصالحوا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ونطلع فاصل ونفاصل ونواصل ونواصل. طيب هنطلع فاصل قصير مشاهداتي يا زاد، ونبدا بقى. استنى قبل ما نطلع فاصل ممكن اقول حاجه؟ نعم. ممكن قبل ما نطلع فاصل اقول حاجه؟ قول. السعاده مش واحده ست، السعاده ان انت تبني في نفسك وتوصل لغايه ما نقول لك برافو انت وصلت. انت بتكلم مين؟ انا بكلم الجمهور. ماشي. علشان انا الراجل ده تعبني. يبقى السعاده مش ولا ست ولا راجل. اه السعاده ان انت تبني نفسك او أيوه. تبنوا نفسكم، وبعدين بعد كده نشوف بقى انا موافق. ربنا هيسترها علينا ونعمل ايه. انا موافق. مشاهداتي يا زاتو مراتي حبيباتي، الحلقه لسه اصلا ما بداتش. نطلع فاصل قصير ونرجع ليكم وهي وبس. يلا ورجعنا تاني مع سعيد جميل واسك رضوى واسال رضوى، نشوف الرجاله بتفكر ازاي، يمكن يكون في امل يعني ان شاء الله خير. انا عندي مشكله وعاوزاكي تقولي لي اعمل ايه.
بحب واحد بقالي 3 سنين واحنا كويسين مع بعض قوي ومش بيزعلني وبيعمل لي كل حاجه نفسي فيها. طب الحمد لله. خلاص؟ بس حبيت اعمل اكونت فيك. ليه بقى ليه؟ ليه؟ واكلمه منه. ليه؟ وفعلا كلمه. يا نهار اسود. وبعت لي طلب صداقه على الفيسبوك وهو بعت له عفوا وهو قبل الطلب. بتقبل الطلب ليه دلوقتي؟ واحده ما تعرفهاش. كملي وبيكلمني على اساس ان انا واحده تانية وما يعرفش ان انا. ولحد دلوقتي ما قلتلوش عشان مش عاوز اخسره، اعمل ايه؟ هل اعرفه؟ ايه ما انا هبتدي الخناقه بقى دلوقتي. ليه بقى تبدا الخناقه؟ لا ابتدي الخناقه. ليه؟ ايه ده؟ ليه؟ ايه ده؟ ليه؟ هي مش لاقي حاجه تحاكمي عليها. عايزه تطمن. تطمن؟ عايزه البنت عايزه تطمن تشوف هيخونها بعد الجواز ولا لا. امال الاختبارات؟ الوسواس الخناس. لا لا الاختبارات قبل الجواز احسن ما تتدبس بعد الجواز. الوسواس. الله يخونها قبل الجواز وتكتشف وتسيبه بعد ما تخلف سته منه. هي المشكلة انها جربت ولا مشكلة ان هو قبل؟ المشكلة ان احنا ليه بنحفر كده ندور اي مشكلة. احنا كويسين مع بعض بس انا اخش بقى مش هتطمن. اعمل لك بقى زي ايه؟ انا بجندك في الجيش الاسرائيلي مش هتطمن. فاعمل لك اختبار الولاء. مش هتطمن. ايه اختبار الولاء؟ ايوه لازم ولاء وايباء وسراء وباء وسناء. مش هطمن نفسي. إيه انا داخلة اتجوز وانا داخلة سنتين وطلب اعارة وحمشي. مش هتطمن ان انا الراجل اللي معايا خاين ولا مش خاين. طب تعالي ناخد مثال صغير. لا ما تاخديش مثال صغير، خلينا في المشكله اللي احنا فيها. دي مشكله انها جربت ولا مشكله ان هو طلع؟ هما الاثنين غلطانين. انت طالما داخل ترتبط خد بالك. وانت طالما ربنا رزقك بواحد كويس ومش مخلي بال مش انت مش حقاني. لا لان هو لو كان كويس ما كانش قبل طلب الصداقه وما كانش اتكلم معاه. ايه الاختبارات دي؟ طب هتفضل تعمل له الاختبارات دي لغايه لحد ما تطمن؟ ما هي كده مش لغاية مطمنه. لغايه ما تطلق قصدي؟ لا ما هي ما اتجوزتش عشان نطلعها منه. ما هي لما تتجوز هتعيش بقى في حاجات تانية اكتر من دي؟ هتقعد تعمل له في حاجات تانية. ايه يا جدعان ده؟ تعملي ايه يا بنتي؟ تواجهيه وما تواجهوش على التليفون. كلام التليفونات ما بياكلش عيش. بصي يا حماده تعالى عايزين نتعشى مع بعض. وانت بتتعشي بمنتهى البرود تجيب التليفون تفتحي الشات وتعملي تدوره له كده وتقولي له انا دي. هتكملي معاه ازاي بقى بعد ما صرحتي؟ يا ترى ما لا هي ممكن تديه فرصه لو الحكايه ما كانتش وعيش معاه معلمه عليه العمر كله. لا احنا اسفين. لا احنا اسفين. وتعيش معاه معلمه عليه العمر كله. وكل شويه تقول له فاكر ما دي بتاعت المعادي فاكر. وعيش كل شويه. أيوه. وانكد عليه عيشته. أيوه. وانا بقول لك لو عملت لك كده اهرب يا معلم. لا هي اللي بعت المشكله. فانا صاحبه المشكله هقول لها واجهي خلاص. ويرتبط يا الاثنين اهو. ما هو كده كده خاين ومعمول خلاص. معمول يعني ايه معمول دي؟ كده اهو خلاص. وقولي له انا دي. يا ترى بقى بتكلم مين تاني؟ طب انا دي وعرفتها بتكلم بقى مين تاني يا برنس؟ بمنتهى الشياكه كده. انا ايش ضمني بقى ان انت مش هتعمل كده تاني وتالت ورابع وخامس وسادس وعاشر؟ دي ضمانات لازم. اصل لو في علامه ان ده بخيل، لو في علامه ان ده خاين، لو في علامه ان ده لسانه طويل صليت اللسان هيقل ادبه عليا هيتضرب، وانت مقطعه شرايينك قوي يعني عليه وبتحبيه ومش عارفه ما تكمليش حياتك من غيره. طب انا عندي حل. لازم تاخدي ضامن. طب لازم يبقى في ضمان. طب انا عندي حل. اكتشفت خيانته، دفتر شيكات من المكتبه مرقم كده وتمضيه على شيكات مليون 2 3 4. لا يا حبيبي الفلوس كل خيانه ترفع دعوه. الفلوس ما بتعملش ناس محترمه. الناس المحترمه مالهاش علاقه بالفلوس. فالخاين ده مهما كان عنده فلوس يبلها ويشرب ميتها. ماشي. لا لا اخد سلومه. سلمى. يا سلمى. الو. بونسوار يا سلمى. مساء الفل حبيبتي. حبيبه قلبي. منورين. حبيبتي منورين. وجودك يا سلومه. قولي لي عايزه. الفل عليك. انا جايبه لكم. انا جايبه لكم سعيد عشان تقطعوه. بقول لك. قولي لي حبيبتي. يلا يا روحي سلومة. ممكن نقفل نوطي التلفزيون خالص؟ بصي بقى يعني. انا عندي جوزي. حاضر 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 سنة جميلة. بقول لك انا عندي جوزي بصي كان عارف واحدة. وواحدة دي قريبته. واحدة دي قريبته. وبعد كده انا عرفت بينهم العلاقه اللي بينهم، وكان بيقول لي ما فيش اي علاقه، احنا بينا تليفون بس، وجوزها ما يعرفش اي حاجه. جوزها
طبعا انا منحت المشكله دي بينهم، يعني منحتهم ان هم يتكلموا مع بعض وكده، هو قال لي انا منحت وكده، بس صدقيني انا بقالي دلوقتي 3 سنين بعاني معاه. سلمى في التلفزيون خالص، في من فضلك التلفزيون خالص. بجد مشاكل ومش طايقني، وكل ما اتكلم كلمه معاه يعني. يعني انت يا سلمى قفشتي جوزك بيخونك مع ست متجوزه؟ صح، خناقات معايا ومش طايق لي اي كلمه. ما قالتش بيخون، قالت بيكلم، قالت بيكلم قريبته، قريبته وهي متجوزه قريبته. انت مش حضرتك قلتي كده؟ قريبته متجوزه. مش حضرتك قلتي بيكلمها في التليفون؟ هو المكالمه في التليفون دي خيانه؟ لا، ما هو حضرتك فيديوهات وحاجات مش حلوه بينهم، انا شفت حاجات كتيره جدا، شفت حاجات كتير، يعني ما ينفعش حد، يعني ما ينفعش واحده متجوزه تبعت حاجات زي كده، وهو كان بيبعت برضه حاجات مش حلوه. يعني بيقول لك يعني مش هينفع اقول على هوا اللي انا كنت بشوفه. ما ترد. لا غلط طبعا، غلط، ما ينفعش، ما يصحش. ما ينفعش الصور اللي هي بتبعتها، حاجات يعني ما ينفعش اقولها. بس خدي بالك احنا سامعين من طرف واحد برضه. انت بجد يعني انا نفسي انتوا تدوني ايه الحل، اعمل ايه؟ اللي انا بجد انا مش مرتاحه معاه، هو مش طايقني خالص، اي كلمه خالص. ليه كبير؟ ليه كبير؟ لغايه الان والله العظيم. سلمى يعني ليه كبير؟ كلنا مقاطعين بعض كده، عايشين عشان خاطر الولاد. طب سلمى سامعاني، ليه كبير؟ ريحوني بجد، يعني انا اعمل ايه بجد معاه يعني؟ ده ليه كبير؟ سلمى سلمى، ده ليه حد كبير تكلمي معاه؟ اب، ام، عم، خال، بيخاف منه، بيعمل له حساب. انا شايف انا متضامن معاكي طبعا يا رضا، وشايف ان الكبار والعقلاء بيقول لك قفت او ممكن تكون اتقفشت. انا من رايي يعني قبل ما تفكري في اي حاجه تشوفي له كبير تتكلمي معاه. في مثل عندنا بيقول لك اللي ملوش كبير يشتري له كبير. بالظبط، فشوفيك كبيره مين واتكلمي معاه، وليه قصه كامله من غير لا حوارات ولا قص ولا رزق ولا اي حاجه. جابت نتيجة؟ جابت. ما جابتش نتيجة؟ حكم من عندك وحكم من عنده زي ما ربنا سبحانه وتعالى. وممكن تكون ظلماه. بيعم هقعد في الأرض. يعني 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 بيخونها مع ست، استغفر الله العظيم يا رب، متجوزة، يعني هو منيل بينه والتانية الست بيقول لك قريبته متربيين مع بعض. ها هما الاتنين قريبته متربيين مع بعض. قريبته وبالتليفونات. لا لا لا، زجاجيه زجاجيه. مفيش تربيه اصلا. يلا المشكله اللي بعديها. انا بحب واحد قوي بس هو اصغر مني، قدمت له كل حاجه ليه، وفي الاخر قال لي انت اكبر مني ومش هينفع نكمل، انا اكبر منه بحوالي 4 سنين، بس هو يعني شكلا وكده اعرض واطول مني، وانا مش عارفه انساه، ومشي وسابني وخطب. اديته حاجات كتير، انا اللي كنت بتصل بيه، وانا اللي كنت بهتم، وانا اللي اديت كل حاجه. ما هو عشان كده، اقسم بالله عشان كده اخدك شوجر مامي. اتصل بيه يقول لي مش فاضي، اتصل بيه يقول لي مش فاضي شويه وهكلمك تعبانه وعايزه اتكلم، اقول له محتاجه لك، يقول لي شويه واتصل بيكي. وطبعا عشان انت بتقولي له ان انت محتاجاه، عشان انت خليتيه يحس ان انت مش هتعرفي تعيشي من غيره. وطبعا مش بيتصل، ما كانش بيفتكرني غير لو عايز طلب مني، عشان هو شايف ان انت شوجر مامي. ومفيش فيه ميزة حلوة حتى، بس مش عارفة أعمل إيه، تعبانة قوي وهو مش مهتم بيا كده. طبعا هو مش مهتم بيكي كده، ولا حبك كده ولا كده، وراح خطب تانية علشان هو مش شايفك أصلا. في راجل ينفع يحب واحدة ست؟ وانت كراجل رد عليا، وأكيد مريت بتجارب كتير قوي. في راجل بيعرف يحب واحدة ست ويعملها بما لا يرضي الله ويرميها ويروح يخطب واحده غيرها؟ طيب انا من اللي انا استشفيته من الحكايه دي ان كان في حكايه كانت اتس اباوت تو ستارت، او كانت هتبتدي وما كملتش. لا، كان في حكايه طرف فيها بيستغل طرف اخر وبيقول لها كل ما يتكلم معاها انت اكبر مني، انت اكبر مني، انت اكبر مني، فابتدى يحسسها. فهي كانت بتبوش عشان العلاقه دي تمشي. فابتدى يحسسها بالظبط، فابتدى يحسسها ان هي عندها ديفو في العمر. فهي راحت السكه دي من الاول، دي بتقول لي هنا هي غلطان، ما فيهوش في اي ميزه ما حلوه، ما هي غلطانه، بتحب اللي بيعذبك ليه؟ ما هي ما هم احنا غلطانين ليه بقى حضرتك؟ عشان الرجاله بتمنيبيوليت. يعني ايه بتمنيبيوليت؟ يعني بتلعب زي ما شيرين قالت على الوتر الحساس، يجيب الديفو
يجيب الغلطه ويفضل يكبر يكبر فيها، فانا احس ان انا عندي نقص، فاعمل ايه؟ افضل ادي 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 كل حاجه عندي، فهو يفضل ايه؟ يشبع 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 يشبع، خلاص الكوبايه اتملت فابتدت ايه؟ تطرطش في كل حته، فيقول انا كده انقنعت. ينفع ارد في 3 ثواني؟ اه 3 دقايق. اعزائي المشاهدين في كل حته، اعزائي المشاهدين في كل مكان، النهارده كان عندنا نموذج راجل بيحب وبيتحايل، عمر اللي بيدور على حبيبته. لا لا ما تدينيش بعمر، كلمني في المشكله عليها. دي كلمني في علشان المشكله هو دي، كويس وطيب. كلمني في المشكله دي. تعالوا بقى نشوف التاني، اول ما قلب دماغه واول ما بعد عنها واول زي ما بيقولوا لف ظهره، هي اتجننت عايزه تجيبه من اي حته. يبقى اذا اللي بيبقى كويس بيتداس عليه، واللي بيبقى كده بيتجري وراه. يا ابني انت بتقول ايه؟ انت بتقول انا ايه؟ انا هتجنن منكم. دي حولت نفسها لشوجر مامي. احنا عندنا في حاجه اسمها شوجر دادي، البنت اللي بيبقى عندها 16 و18 سنه بتروح تعرف راجل عنده 60 و65 سنه عشان ايه؟ عشان يصرف. فحضرتك هنا حولتي نفسك للنموذج ده بس على النسائي. طب هو ما كملش ليه طيب الشوجر؟ عشان ما كملش في الشوجر ليه؟ علشان شبع. شبع؟ اه علشان هي بتقول لك اديت له اديت له كل حاجه اهو، اديت له ما كملوش 6 شهور كل حاجه مش مهم. طب لو قلبها ولا اخد فلوس ولا ده مش عارفه ايه ولا خد منها ايه، تديله كل حاجه ليه؟ عشان هي غلطانه. انت غلطان، انت غلطان، وهي دلوقتي بتموت فيه عشان سابها ومشي. انت غلطان. لكن اللي بيطبطب وبيدور اهدى بس، على وشه. اهدى على نفسك بس، اهدى يا حبيبي. بصي بقى يا حبيبتي، الرجاله ساعات لما بتحس انها مرغوب فيها قوي بزياده عن اللزوم بتتنك وتتنفخ، وتكون انت زي كده بتصرفي عليه، واحتمال تكوني جبتيه شغل ما قالتش بتصرف عليه، بتعملي لي كل حاجه ومش عارفه ايه وهو مش عاجبه، هتلاقي في الاخر بتصرف عليه جابت له ازازه برفان متقرنن كده. خلاص هو راح خطب واحده ليه؟ عشان هو مش شايفك. خلينا نبقى متفقين يعني، قولي نفسك الكلام ده، ان الكلام ده واقع مش راجع. طب لو رجع مش هقبل بيه. ليه مش هقبل بيه؟ عشان انا مش هكمل مع حياتي راجل انا مش حاسه معاه بالامان، مش هكمل حياتي مع راجل بيستغلني، مش هكمل حياتي مع راجل بيفخم في اخطائي فاضطر ان انا ادفع ثمنها من ضعف او من قهره او من ضيق او من حزن، فبدل ما يقدرهم لا بيعلي عليا ويسيبني ويمشي. مش هكمل مع راجل عارف يسيب حياتي ويمشي. مش هكمل مع راجل لففني حوالين نفسي. الحكايه بسيطه، الحكاية أبسط من كده والحياة أقصر من كده. هنعيش 50 60 70 80 سنة لسه قصيرة. ف يعيش مع حد أنا مستريحة معاه وحاسة بالود والحب والسكن والمودة والرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لي عليهم، يا بلاها وأنا وحدي وأنا برنس. صح يا برنس؟ لا أنا مش معاك يا أستاذة. طيب انا مش معاك عشان المشكله اللي بعديها. استني يا رضوى قبل ما نجامب للمشكله اللي بعديها، احنا دايما بنسمع وجهه نظر واحده يا عم، ما هم يبعتوا لنا او يبعتوا لك وهنبقى نناقشها. طب انا بقى هلم جوزي فاجئني بكلمه غريبه. طب في احمد كمان. لا 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 ده انت جايب بقى معانا رجاله كتير قوي النهارده. طب خلي اصحابك الرجاله يتكلموا. يا احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ احمد. ازيك يا استاذ؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل يا فندم. كان عندي مشكلة. اتفضل. ازيك يا استاذ الأول؟ بيقول لك ازيك يا استاذ. مساء الفل يا أبو حميد، معلش أنا آسف الصوت يعني وطي شوية. اه ممكن يا استاذ أحمد بس حضرتك تعلي صوتك سنة؟ حاضر. اتفضل. كويس؟ اه يفضل. زي الفل. أنا متجوز وسعيد جدا في بيتي. ما شاء الله. وعندي 5 أولاد. الله الله أكبر. الحالة الاجتماعية كويسة أوي. ما شاء الله. الحمد لله يعني. حبيت واحدة. ثانية. حبيت واحدة؟ تانية. اوكي. بعد كام سنة جواز يا احمد؟ بعد حوالي 14 سنة. أزمة منتصف العمر. كم كمل ماشي اتفضل. أنا يعني سني 40 سنة يعني مش كبير. تمام؟ ف يعني حبيتها وقلت أتجوز. احنا سامعينك. أه مش عامل حاجة وحشة وهي برضو كانت مطلقة وعندها 3 أولاد. فبس في اعتراضات من جميع الجهات وقلت يعني اعمل الموضوع ده في العلن يعني مش عايز اخد يعني مش عايز اسرق زي ما بيقولوا كده يعني. فقلت الدنيا باظت خالص وحسيت ان انا يعني هخسر حاجات كتير قوي بس انا
يعني بحبها فعلا وعايزها فعلا، ما اعرفش ازاي بس هو ده اللي حصل. ده كويس ده غلط مش عارف صراحه. يعني ساعات بقول لنفسي طب ممكن يبقى غلط، إيه انت معاك اولاد وهي معاها اولاد، طب لو الدنيا غلاء زي ما انت عارفين، بس انا يعني متيسر الحال الحمد لله. احمد ممكن اسالك على حاجه؟ وانا مش عايز انا وانت نتكلم كراجل وكست، عايزين نتكلم كانسان وانسان. انا بحترم فيك جدا صراحتك، لكن انا عايز اقولك على حاجه. لو بعد 14 سنه انت وقفت جنب مراتك، مش هقول لك حبت راجل تاني عشان عيب ما يصحش، انتوا بتشوفوها انها عيب وما يصحش، طلبت الطلاق. لكن ليه ليه؟ انا مش هقول لك انها لو حبت راجل تاني عشان بقول لك عيب وما يصحش، انتوا بتشوفوها عيب وما يصحش، لكن انا هقول لك على حاجه. لا طبعا لو بعد 14 15 20 سنه انت وقفت جنب مراتك وخليت مراتك وزيره، وقعدت انت بالعيال وربيت انت العيال وجبت لهم حد يرضعهم وحد يلبسهم وحد، وخليتها تتفرغ تماما لمستقبلها وشغلها وكذا. شكرا. طب ممكن انا بعد ما تخلص وبعد وبعد ال 20 سنه دول، بعد ما وصلت بقت وزيره، اول لما قعدت على الكرسي اول حاجه فكرت فيها اول حاجه تخلص منه. ايه كأقول اقول انا بقى؟ بص يا استاذ احمد، مع احترامي ليك طبعا ولرحلتك ولولادك الخمسه اللي ربنا يا رب تفرح بيهم، بس انا عايز اقول لك دي اسمها ازمه منتصف العمر. ازمه منتصف العمر دي الواحد بيحس ان هو عايز يرجع شباب تاني، عايز يعمل مغامره تاني. صدقني صدقني يا احمد والله هقولها لك بالامانه، لو انت اتجوزتها هم اسبوع بالكتير ومش هتحس ان اي حاجه اتغيرت. الحاجه الوحيده اللي هتحس بيها انها اتغيرت ان بيتك اتخرب وعيالك بيجروا في الشوارع والناس كلها والمجتمع قرفانين منك وزهقانين منك. فانا بقول لك والله ما في اي فرق، استعيذ بالله من الشيطان، خلي ولادك في حضنك، بص لمراتك بشكل تاني، حاول تجدده، ودي اسمها ازمه منتصف العمر، يا ريت تخش وتقرا فيها هتستفيد جدا. صح، والملل والرتابه والتعود وكده بيخلي الواحد بيدور على حاجه جديده بره. يعني ارجوك اعمل اللي سعيد قالك عليه، اهو انتوا رجاله زي بعض اهو هو قالك. سعيد احنا للاسف وقتنا خلص للاسف الشديد، واحنا كان معانا تليفونات كتير ومعانا لسه مشاكل كتير، فانت لازم تيجي قريب. ده شيء يشرفني طبعا يا رضوى، انت نورت الدنيا. بس انا ممكن اختم بحاجه صغيره جدا. الحقيقه في رحلتي الصغيره وانا بتكلم في العلاقات استوقفني النموذج الاصلي للمراه الصلبه وهي المراه المعيله. فأنا من هنا بقول منتهى الاحترام لكل واحدة ست مكملة الحياة من غير راجل، منتهى الاحترام لكل واحدة ست فقدت جوزها سواء بالطلاق أو سواء إن هو توفى. الست اللي قاعدة في الشارع ولما عيالها حواليها وبتبيع وبتتاجر بالحلال عشان تكسب، أنا ما بسميهاش ولا أرملة ولا بسميها مطلقة، أنا بسميها من هوان مصر. كل التحية لكل واحدة ست لما عيالها حواليها وعايزة تبني منهم إنسان يخدم بلده ويقول يا رب. واحنا هنا وانا بصراحه منتهى التأييد لكل ست معيله. مش هتكلم ولا كلمه. دي مش خلاص انت قلت الخلاصه. بجد؟ والله الخلاصه يا واد يا صاصه. الخلاصه يا واد يا صاصه. نورت. ميرسي جدا. نورت والله العظيم. بشكرك. مش هتقعد تعزي التوبيرات يلا بقى نبدا الحلقه عشان كل ده الحلقه لسه سعيد جميل اخد 500% منها، يلا بقى نبدا حلقتنا ولكن بعد الفاصل. بسمة خاطر، بسمة خاطر وتصميمات بسمة خاطر وحركات بسمة خاطر وبسمة خاطر نفسها منورانا في البرنامج حبيبتي ونورتينا النهارده. بنورك بنورك والله. النهارده دلوقتي او ايه النهارده ودلوقتي؟ يعني ايه النهارده ودلوقتي؟ دلوقتي ان شاء الله، معلش متلخبطه بس لا لا خالص. كنت في الخلاط السيجمنت اللي فاتت يعني لسه حركت عيد فبسمة دلوقتي هتورينا الموديلات والتصميمات بتاعتها. كمان هي بتهدي ست بنات او ست ستات، ست اسايم بندي لبسمة خاطر القسيمه وبناخد بدلها القطعه اللي احنا عايزينها. ندخل على انستجرام ممكن نختار القطعه. أيوة صح مظبوط، يعني مش شرط التصميمات اللي موجوده معانا بس لا كل الافيلبل على الويب سايت كله موجود. صحيح كده. واللي عندك البيج اسمها ايه؟ بسمه خاطر، بسمه خاطر ديزاينز. يلا بينا نبص على حاجات بسمه خاطر وبعدين
نتكلم. اولا شعرها يجنن، ده بسم الله الرحمن الرحيم يعني رنيم. ما شاء الله حلو قوي اللي هي لابسه ده. ده ايه ده يا ايه ده يا اختي؟ ده بست يعني بست سيلر الشتا ده، الاكثر مبيعا. اكثر مبيعا يعني حاجه تنفع كان الخريف والشتا، سواء يعني الجو فاهمه برد قوي او لا يعني خطير خطير. وكنت عامله منه لونين، هو الماتيريال القماشه بتاعته اسمها بومب ووتر بروف برضو عشان. والبنطلون من عندك؟ لا البنطلون مش من عندي، بس الفيست. بالظبط. بس الستايلنج بتاعه انت اللي عامله له ستايلنج؟ احنا عاملين له. ايه الشطاره دي؟ لا 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 بحاول. هايله. وقلتي عامله لونين؟ عاملين لونين، وممكن يتلبس مفتوح ممكن مقفول، والفتحه حتى اللي على الجنب حاجه يعني مميزه قوي شويه، عشان يعني ان هي واسعه قوي بس مديها تاتش. ايه اللون التاني؟ اللون التاني لونه جراي فاتح رمادي. رمادي. مفيش اسود مفيش ابيض يا امي للناس اللي ما بتلبسش. الطلب بصراحه رمادي. كتير اسود. ايوه صح. ايه بس يا حبيبتي؟ معلش. قلب مامي. خش خشي مامي خش. معانا نور، ده قميص جينز. بس طويل للمحجبات. طويل للمحجبات، وبرده مش محجبات بيعرفوا يلبسوه. في تفاصيل كتيره قوي يعني، الخياطه مختلفه، لونها ابيض، وشايفه الويست حتى ان هو عامل اكنه كرسيه كده، فبيدي شيب للجسم يرفع قوي. خطير يعني. وعاملين منه كان ثلاث الوان، ده وازرق فاتح واسود وجينز، فبينفع طول السنه صيف شتاء. مقاساتك ايه؟ مقاسات من ده كان نازل سمول ميديوم وميديوم لارج. برافو عليكي. بس هو بيدي شكل للجسم. ورا استك ولا ورا ايه؟ لا هي خياطه يعني. احلفي. ف مش محتاج حتى اي ستايلنج او اي حاجه، هو ده كده على البنطلون وبس. وكتير لا وهايل ومغطي وطويل وشاطره. شكرا. عايزين نحط التليفونات لبسمه خاطر او الهدايا بتاعت بسمه خاطر. هاخد اول هديه هبه. ليه القصه عملت كده؟ ليه؟ ما هي دي مشكله القصه بقى، عارفه؟ تكرمش كده. مظبوط. يا هبه. الو. ازيك يا بيبو؟ ازيك يا رضوى؟ انا كويسه الحمد لله يا بيبو. من الحلاوه اللي انت راجع بيها بابا. بجد 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 حلو. شعرك جميل. اللون اللون الفاتح ده اخباره ايه يا جماعه؟ يا هبه. هبه راحت فين؟ وديته هبه بنتي فين؟ هبه. سامعاني يا بيبو؟ هبه. لا هبه خلاص كده. طيب اللي بعده هبه، حاولي كلمينا تاني. يلا. ده رمادي فريدة. ايوه ده رمادي. ما نزلش منه لسه لون تاني. قماشته جوخ. لا ثانيه ما تربطيهاش غير لما تلفي. لفي كده بقى وبعدين في تفاصيل من قدام وفي تفاصيل من ورا. فاكنه كروبت ترنش كوت بس قصير. بالظبط. كأن لابسه حاجتين فوق بعض. بالظبط. في طبقتين كده لما تشدي حتى الحزام الطبقه اللي ورا بتظهر اكتر. بتطلع كده حلو. ممكن بقى بالستايلنج يبقى حاجه فورمال او حاجه كاجوال كده يعني. يتلبس الاثنين. لو انا نازله رايحه مثلا بنك الصبح ميتنج عندي اجتماع ما اعرفش ايه اعرف البسه. لو انا نازله بالليل برضه اعرف على فكره البسه. بالظبط. رايحه النادي اعرف البسه. ده قلتي فيه انه الوان ايه؟ ده في دلوقتي منه اللون ده بس. وهتعملي هينزل منه البيج. ايوه بقى. ايوه بقى انا هاخد البيت. ماشي اتفقنا. ماشي اوكي. طيب اخد سلمى. يا سلمى. الو. ازيك يا سلومه؟ ازيك يا رضا؟ عامله ايه يا سلومه؟ الحمد لله. ايه رايك في حاجات بسمه خاطر؟ لا جميله قوي. جميله قوي. طيب شكرا. طيب يا سلومه احنا كسبنا اول هديه، اول قسيمه من بسمه خاطر ديزاينز. خليكي معايا سلومه، ياخدوا بيتك في الكنترول. برضوى؟ لا ناخد رضوى على طول. رضوى يا رورو. الو. ايوه يا رضوى ازيك عامله ايه؟ بتحبي الدلع ايه؟ رورو ولا رودي ولا دودو؟ كلهم حلوين. صح؟ كلهم لايقين. شعرك تحفه من امبارح، عايزه اكلمك اقول لك، واللون والله جميل جدا ما شاء الله. اللون الفاتح ده حلو عاجبكم؟ حلو قوي قوي عليك. بجد؟ I love you رورو. I love you. طيب رورو شفت الحاجات بتاعت بسمه خاطر الحلوه دي؟ حبيتها جميله قوي، انا شفتها وبتفرج عليها على طول على انستجرام. اديله. طيب احنا كسبنا تاني بقى هديه، لان انت عارفه الانستجرام، فانت اكيد عارفه انت هتاخدي هديه من عندها ايه. مبروك علينا يا رورو.
تاني هديه من بسمه خاطر ديزاينز. اخد دنيا يا دنيا يا دودو. ايه رضوى ازيك يا دودي؟ بحبك قوي. انا كمان بحبكم كلكم. ايه يا حاجه؟ ايه يا حاجه؟ تقول لك يا حاجه. طيب ايه رايك في حاجات بسمه؟ دودي انتوا في من في ايه؟ دودي سامعيني يا دودي؟ دودي 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 كلمنا تاني. تعالي دودي كلمينا تاني، احنا كده خدنا هديتين بس من الست هدايا. اهلا سارة. معلش انا اسفه، ده لونه ايه؟ معلش. ده لونه ازرق فاتح والقماشه جينز، وهو بقى بيبقى فيه حركه ان هو اصلا بيتربط لورا وبيتقفل بزرار، او ممكن يتفتح. لا لفي عشان الناس تفهم بس. معلش هو طويل من ورا فهو هايل للمحجبه. خلاص عايزه اقول ايه بقى، اشرحي الكتالوج اللي بتاع. هو اصلا كان مفتوح عادي، قميص عادي. أيوة. وبيتلف من قدام كده كروس ويتقفل من ورا تحت الطبقه دي، فهماني؟ فبيتلبس بكذا طريقه. يعني في من ورا الزرار احنا بنشيل ال بالظبط، في زرار ونقفل حركات. ده انت قعدتي تصمميه في قد ايه؟ معلش كام سنه ده؟ لا يعني الحمد لله ما خدناش كتير ما شاء الله. فكان برضو عامل مبيعات حلوه قوي الحمد لله، وبينفع برضو كذا سيزون، صيف شتاء، ونزلنا منه 3 الوان. ده قماشته ايه؟ جينز. ده جينز؟ ده عشان مكوي يعني ولا؟ مكوي قوي. لسه كويينه صح؟ قوي. ده انت لسه كوياه حالا؟ حالا فريش. الله. وده عامله منه الوان ايه بقى؟ فاتح غامق ده وازرق غامق واسود. شاطرة. شفتي بقى نتعلم من اخطائنا. ايوه بالظبط. يعني ما بتلحق ما بنلحقش. وفعلا الاسود اللي اتباع اكتر حاجه. طيب اخد ايمان عقبال ما هم يدخلوا عليا الكوت اللي يجنن اللي لونه تحفه، اللي انا بحب اللون الفظيع المريع. اخد ايمان. يا ايمان. يا رضوى ازيك يا حياته؟ ازيك عامله ايه؟ ازيك يا روحي؟ انت كويسه؟ يعني اللوك يجنن يا رضوى، والشعر يجنن، واللون تحفه تحفه تحفه. الحمد لله يا رب ان هو. اسكتي بقى ايمان، ده انا كنت حتى وانتي منوره والضيفه منوره. ايوه طبعا. مبدعه بصراحه. حاجتها مبدعه بصراحه. طيب احنا شكرا بجد. احنا كسبنا ايموس ثالث هديه من ايمان خاطر ديزاينز او تصميمات ايمان خاطر. خليك معايا قلبي، ياخدوا بياناتك في الكنترول. تعالي بحلاوتك وشعرك الحلو والبلطي. أيوة. اللي يجنن واللون اللي تحفه. بموت انا في اللون ده بقى، انت عارفه كده؟ ايوه بموت في اللون بجد؟ ده بجد. قمر ده جلد؟ لا ده جبردين تقيل. مالك جبردين؟ اسم القماشه. اسم القماشه جبردين. ده حلو قوي الجبردين ده. هو بيبقى تقيل مناسب. لا لو سمحتي بس لفي لفه ايه عشان تشوفوا هم. أيوة. تحفه تحفه. تحفه. لا لا لفي بحلاوتك. اي لا بس ثانيه بقى، ثانيه عشان المرجحه دي المخرج هيقطع علينا البث واحنا واقفين، يعني واحنا قاعدين كده هنلاقي الاعلانات نزلت، فهو هيديله بس فرصه ياخدها. ايوه شايفين الحلاوه ده كله واحد، ده كله قطعه واحده. قطعه واحده. لفي بقى بحلاوتك كده من قدام ساده، ولا حد يحس بينا ولا يشعر بينا ولا فيش اي حاجه. تحفه. واسمه ايه؟ جبردين. اسمه جبردين القماشه. تقيله ومناسبه قوي للشتاء، وده كان من اكتر الحاجات بتتباع، هو واللي كان الفستل في الاول يعني. لا ده لازم يبقى. تعالي 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 شوف كده اللي انت لابسه. تعالي تعالي نشوف عندي اشتري انا. بيتخرب بيتي في ايه يا حلوه بجد؟ ماشي انت قمر ما شاء الله. لا ده نشتري في الشتاء. نشتري في لا زي الفل. تمام اوكي اوكي ابروفد. خلاص فاهمه. ايوه باعت لك الجاكيت وانت قاعده. خلاص تمام. يلا اخد ثانية واحدة. معانا التليفونات كتير. ثانية واحدة. أنا آسفة. هاخد دنيا يا دودي. أو تعالي 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 يا دودي. أنت رجعتي يا دودي؟ كويس. أنت رجعتي؟ أنت صوتك بيقطع. أنت الشبكة عندك. أنتوا خدتوا نمرة دنيا؟ طيب يا جماعة. طيب رابع هدية من بسمة خاطر ديزاينز لدنيا، مبروك عليك يا دودي. وهم خدوا كده كده نمرة تليفونك المرة دي. ده القماشه عايزه تقولي اسمها ايه؟ ووتر بروف. ووتر بروف. ووتر بروف يا شيخه. ده كان ووتر بروف كان بيبقى قافل دي. بتلمع ازاي كده؟ لا يعني بيبقى فيه منها كذا نوع، في بيبقى مطفي وفي بيلمع شويه. بتبقى بحلاوتك كده لفي. فده لونه. بصوا يا جماعه شيكو محتشم وطويل ومحجبات مش محجبات بيلبسوه، والحزام بيتشد كده برضو يبقى له ستايل، او ممكن يتلبس مفتوح عادي كجاكيت. اوفر سايز بقى اللي هو اللي بقى الواسع ده اللي نازل الموضه. وده عامله لنا منه الوان ايه يا ماما؟ لا ده في منه الوان كتيره جدا، مثلا 6 7 الوان. ده واسود ورمادي وبيج.
اسود. انت بتتعلمي من اخطائك وانت قاعده وده عجبني. يعني مش بنفذ على طول ما خرجتيش من يعني وانا قاعدين اخد ريهام. يا ريهام. الو. ايوه يا ريكو. ازيك يا رضوى؟ ازيك ازيك انت يا روحي؟ ايه اللوك الجميل ده بجد والنبي ربنا والله زي القمر. والله ربنا يكبر مخاطبك والله. يعني كل حاجه انا متابعاكي بصي كل حلقاتك وكل موسم. يا حبيبتي ده انا اللي اتشرف بيكي يا ريكو. عجبتك الحاجات بتاعت بسمه حبيبتي؟ جميله جدا. طب الحمد لله. شكرا. يلا مبروك علينا. دي كام هديه من كام؟ رابع خامس هديه كامل كام؟ كامل خامس هديه من بسمه خاطر ديزاينز. وايه اخر واحده هياخدها؟ جهاد. يا جوجو. ايوه انا اتفضلت. ازيك يا جوجو؟ يا رضوى. طب هاتي بوسه بقى. هاتي بوسه. بوسه. ايوه كده. ازيك يا جوجو؟ ايه رايك في حاجات بسمه؟ لا حلوه قوي. وفيها فكر ومحتشمه وصح؟ اه. طيب يا جوجو احنا كسبنا اخر هديه من بسمه خاطر ديزاينز. خليكي معايا يا قلبي. ياخدوا بياناتك في الكنترول. مبروك على كل البنات او الستات اللي كسبوا من بسمه خاطر ديزاينز. ميرسي يا بستو معانا الهديه الحلوه. مبروك عليهم. ها ده هودي او بلوفر نازل الشتا ده. كنت عايزه اعمل حاجه كاجوال قوي برضو عشان حاجه تنفع كده كل يوم. اه عارفه اللي بيلبسوا كل الشتا ماشيه بيه عند 16 17 18 سنه و14 و15 بالمنظر ده. ما تفهمش بقى ده ليه اوفر سايزد قوي. اه لفي كده حركات يعني. هو اصلا القماشه بتاعته تقيله جدا فحتى مش بتحتاجي تلبسي تحته طبقات كتير ومتبطن حلو باين. آه والنازل منه خمس الوان. وعارفه الوان ايه؟ ما تجريش. اه انا اسفه. ده وبني واصفر وبينك ورمادي. ولا اسود ولا ابيض؟ ما اتعلمتش المره دي. رجعت اغلط. ليه رجعت ما تتعلمش من نفسك؟ يا بنتي الاسود والابيض ده. ايوه والله عندك حق. يعني صح صح. ولا ايه؟ صح والله. ماشي. خلاص. وده مقاس واحد طبعا عشان ده بي كل اوفر سايز. صح؟ اوكي. انا اللي عاجبني في حاجاتك ان حاجاتك يعني على الموضه بس محتشم. ناخد اخر حاجه اخر موديل. اوكي. رمادي برضو. انا شايفه ان انت بتحبي رمادي. رمادي انا بحبه جدا. اشتري. حلو قوي ان المصممه الازياء تكون بتعمل البراند على الاساس اللي هي بتحبه مش على الناس اللي بتحبه. ديمقراطيه معلش يعني. دي اول حاجه احنا شفناها منها. مظبوط. الكات نفس القماشه بس ديزاين مختلف. ده كم برضو عشان يبقى حاجة أتقل كده للشتاء. وبرضو في تفاصيل برضو من على الجنب الفتحة. ألوانه إيه يا أختي؟ ده وزيتي بس. وإن شاء الله هنعمل الأسود. حلو كده. إمتى؟ يعني بصراحة مش هلحق الشتاء ده فخلاص الشتاء الجاي. وعد وعد. بس عليكي تحفة تحفة. شكرا. يا بسمة يا خاطر نورتي الدنيا وتصميماتك خطيرة. شكرا بجد. ميرسي على الهدايا الحلوة. ميرسي لك. والمرة الجاية إن شاء الله لينا العمر. إن شاء الله. لو اسود غير ما تقولي لا لا خلاص هجيبه كله عامله اسود عامله ابيض. اصل انت كل اصل عايزه اقول حاجه انا ما بحبش الرمادي ولا البني يا امي. بتحبي اسود وايه وابعتيه ابيض. انا برج الميزان فيا اسود يا ابيض. الرمادي ده ما بفهموش. متفقين. ولا البني. طيب نعم بتقولوا ايه يا جماعه؟ ماشي هما بيحبوا زيتي عليا همشيها زيتي خلاص كده ثلاث الوان كلها. انا ميزان يا اسود يا ابيض. انا اسفه. والنبيتي ماشي نبيت. هو ما تجيبوا كل الالوان البلد اللي انا عايزاها بقى مش مصممه يعني مش بسمه خاطر ديزاين. هتبقى بسمه ورضوى خاطر ديزاين. ايوه كولابريشن. نورت الدنيا كلها. شكرا جدا بنورك. مشاهدتي عزيزتي وفريتي يا حبيبات فاصل قصير جدا نرجع لكم من هي وبس. ومشرفانا ومنوره الدنيا كلها دكتور نهى الخولي. نورتي الدنيا كلها يا دكتور. منوره بيكم كلكم. ثانك يو فيري ماتش. دكتور نهى استشاري التحول الذاتي. طيب الحقيقه ان انا شايفه انه دي من اكتر الفقرات اللي فريق الاعداد عرف يوظف فيها الموضوع على الضيف. التحول الذاتي ده ان انا اتحول. لما تقرري تتغيري واكتشف نفسي. بالظبط كده. حلو قوي. انا بقى الفقره بتاعت النهارده هي المعتقدات. كويس. انا عايشه بني ادم عندي شويه معتقدات
زي ما بيقولوا قرينا انها انها يعني ممكن ما تبقاش اساسا معتقدات دي، ممكن تبقى حاجه انا اللي حطاها بالظبط كده لنفسي ومش حقيقي. صح. يلا خلينا نتفق على اتفاق واحد. يلا السوفت وير بتاعنا او التكوين الاساس بتاعنا احنا احسن تقويم. خلاص طبعا وخلقت الانسان في احسن تقويم، فاحنا كده متفقين على البيز. تمام. تيجي حد يجي يقول لي في العياده انا فاشل، اوكي جبتها منين؟ اول سؤال منك ولا من اللي حواليك؟ طب جبتها من اللي حواليك صدقت الناس عليك؟ طب جبتها منك، جبتها منك ازاي؟ ايه اللي حصل في حياتك يخليك تصدق انك انت فاشل مع انك في الاصل ناجح؟ فاي فكره في الدنيا، اي معتقد في الدنيا بيولد شعور، والشعور ده بيثبت عنده المعتقد ده فيجذب لي ما يثبت هذه الفكره عنه. طب انا عايزه اتغير، اول حاجه هعملها واقولها لنفسي انا قرار، انا قررت اتغير. ما دام قررت اتغير يبقى كل حاجه في الدنيا هتساعدني ان اتغير. انت افكارك، خلي بالك الفكره دي جبتها ازاي. اصل انا شفت مامتي بابايا بيضربها وانا وماما دايما ساكته. البنت ديت لما كبرت شدت لنفسها نفس الفريم عشان هي مقتنعه ومعتقده ان هي لا تسوى شيء، مليش قيمه، مع ان في الاصل قيمتك من اللي خلقك، فازاي بقى ملكيش قيمه؟ فلما تتحاوري مع البني ادم بتوصلي للجدر بتاع المعتقد ده، امتى كونه وازاي وليه، ويقدر يغيره. اه يقدر يغيره، انا قرار فانا لازم اتغير. رحتي فين؟ ها رحتي فين؟ سرحتي فين؟ صح. بس طيب خليني اكلمك بالبلدي. يلا. احنا كبني ادمين واحنا كستات تحديدا، انا عايزه اتكلم عن الستات، بيقعدوا يعملوا محادثه ما بينهم وما بين نفسهم، خصوصا لو هي شخص وحيد، ارمله، مطلقه، سنجل، فبيبقى عندها مساحه من الوقت انها بالليل بعد ما العيال تنام، او لو هي ما خلفتش وقاعده في بيت اهلها، او لو هي عايشه لوحدها، ان يبقى عندها المساحه من الوقت انها تاخد وتدي مع نفسها. كويس. السؤال الاولاني يعني عن الموضوع ده، هل ان انا فكره ان انا باخد ودي مع نفسي وان انا بقول لنفسي حاجات معينه، هل ده نوع من انواع ان انا بغذي نفسي او بغذي الشعور عندي او بغذي العقل اللاواعي او اي حاجه بالحياه اللي انا بعيشها؟ حلو. انا بقى انا عايزه اطلب طلب لاي واحده قبل ما تنام تقعد تفكر، لو سمحتوا قبل ما تناموا ما تفكروش. ليه؟ عشان اعرف انام نوم هادئ. انت عايزه تعملي ديالوج مع نفسك، خلاص؟ ما تعملوش في دماغك، حطيه على ورقه. جورنالينج، يعني انك انت تطلعي اللي في دماغك على الورق. واحد، اثنين، انت باصه لنفسك ازاي؟ كل واحده بتبص لنفسها بطريقه معينه. السؤال اللي بعديه، جبتيها منين؟ لو بسلب او بايجاب. ثلاثه، عايزه اعمل زي ما بقولوا ان انا احرك نفسي للاحسن، وفي ناس بتحرك نفسها للأسوأ. تمام. هكتب الكلمات اللي بتدفعني لقدام، لازم اكتب قلم وورقه. انا عايزه الدماغ دي تبقى هاديه، تحطها بقلم وورقه. الكلمات اللي انا عايزه اغذي نفسي بيها، اللي هي انا عارفه لما اقولها لنفسي هقوم اقف. وفي كلمات بتتقال للنفس بتهد. وعايزه دايما الواحده تسال نفسها انت عايزه ايه؟ سؤال سهل جدا بسيط جدا،
انت عايزه ايه؟ عايزه ايه دي ببساطه سلام وامان وراحه. هتغذي نفسك دي ازاي؟ مش هدور بقى اصل حصل كذا 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 والنهارده عملت مشكله مش عارفه مع مين والنهارده اتخانقت. طب اوكي اوكي عملتي كل ده، فين بقى البيس؟ فين السلام الداخلي اللي انت عايزاه؟ فين السكون؟ دايما بقول للكلاينتس بتوعي في العياده، انت فعل ولست رد فعل. فبالتالي اي واحده هتحس زي ما بتقولي هي سنجل مطلقه ارمله، لو هي هتبص على الوحده الوحده هتزيد. لو تبص على انا هشغل وقتي بايه هينشغل وقتها بايه. انا زي ما ببص ازاي احنا كبني ادمين نبطل او نعرف نوقف الصوت الداخلي او الصوت اللي جوه اللي بيكلمنا. يعني حلو. كل واحده فينا عندها صوت في مشكله معينه. طيب زي يعني حلو. يعني احنا دلوقتي في العصر اللي احنا فيه وفي مشاكل كتير قوي جات لي الاسبوع اللي فات لبنات كتير او ستات مطلقات ما خلفوش، عندهم حاجه و30 سنه، عندها 38 سنه، عندها 39 سنه، بتقول لي انا مش عارفه ابطل الصوت اللي جوايا. انت ما بتتجوزيش ليه؟ انا ليه ما حدش بيبص لي؟ انا ليه ما بتجوزش زي بقيه البنات؟ شايفه رضوى انت بيقولوا ايه؟ شايفه بصك، شايفه النيجاتيف، شايفه الكلام السلبي. انا ليه ما حدش بيبص لي؟ يبقى خلاص انتقصت من نفسها. انا ليه ما بتجوزش على اساس ان الجواز ده هدف؟ انا الكلام يا جماعه اخطر حاجه في الدنيا، الكلام اللي بقوله لنفسي اخطر حاجه في الدنيا. انا بقول لنفسي يا يقدم يطلعني قدام يا يجيبني سابع ارض يا خليني مكاني. شايفه هما بيقولوا ايه؟ انا ليه ما حدش بيبص لي؟ هو انت فيكي ايه غلط عشان ما حدش يبص لك؟ انت احسن تقويم. ليه شايفه ان اللي هيكملك انه حد يبص لك؟ لا، لعلمك اللي بيمشي بالفايبس دي بالعقليه ديت بتلاقيها اتجوزت في شهرين عشان غيرت بصتها لنفسها، غيرت طريقه كلامها لنفسها، غيرت معتقدها عن نفسها. انت كفايه، من ياتي يضيف، انت كفايه. ليه ابص للي مش موجود فيكبر؟ طب ابص للموجود فيجيني اكتر. بس كده، في منتهى الهدوء والسلاسه. احنا مدورنا، احنا اتعلمنا او تعودنا للاسف احنا ندور اصل انا ما عنديش دي، اصل انا ما عنديش دي. طب ليه ما نقولش انا عندي دي؟ لا ده انا عندي دي، لا ده انا عندي دي. فعيني تبقى مليانه، ابص على الكوبايه هي مليانه. الفضا ده للي عايز يبص عليها فاضي. صح صح. انت قرار حطه تحتيها 100,000 خط. انت قرار. انا قررت ايه؟ انا اولوياتي ايه؟ انا عايزه ايه؟ مش انانيه، والله ما هي انانيه. ربنا قال عليكم انفسكم، ما قالكيش عليكي باللي جنبك. هكفي حالي، فلما اكفي حالي حدي للي قدامي من منطلق كفايه، مش حد للي قدامي من منطلق والنبي انا عايزه. الاحتياج فقر، واحنا الاصل فينا غنى مش فقر. ازاي ابقى صلبه قوي كده او ازاي ابقى قويه قوي كده؟ ازاي احول ذاتي من شخص ضعيف او تايه او مستني او منتظر او مش عارف المفروض ان هو يعمل ايه لان انا ابقى قرار؟ ازاي التحول ده الترانسفورميشن دي اعملها ازاي؟ طريقين. حلو. الطريق الاولاني سيك اطلب مساعده من حد يوريني الطريق. ده الطريق. الطريق التاني همسك قلم وورقه
رضوى عايزه 1 2 3 4. طب هي رضوى عايزه ده، تسال نفسها السؤال، هي عايزه ده منطلق ان هي محتاجاه قوي. فلو محتاجاه قوي وتقولي علينا في احتياج لي، هيزيد الاحتياج اللي بركز عليه بيجي لي منه. طيب عكسه ايه؟ كذا. طب ما هو كذا ده عندي بس انا مش شايفاه عشان بصيت اللي انا عايزاه قوي. طب عايزاه قوي، السؤال اللي بعديه، هيغذي عندك ايه؟ هتلاقيهم معظمهم بيقولوا هيغذي عندي ان انا احس بنفسي. طب انت بتحسي بنفسك عشان تاخدي ولا تحسي بنفسك انك كفايه وبتدي؟ معلش، عندك نماذج من السيدات او من البنات ناجحات، يعني كلهم ناجحين ومثقفين والحياه قرار والدنيا ماشيه زي الفل وكل حاجه، بس بتقولك مثلا انا عايزه اتجوز واخلف، انا احتياجي ان انا عايزه اتجوز واخلف عشان اعمل بيت، عشان اعمل اسره، عشان اجيب عيال، عشان هي دي سنه الحياه. طيب عشان، طيب واذا انا هعمل سنه الحياه دي، انا بقول للست ديت روحي دار ايتام، روحي اقعدي العبي مع ايتام، روحي حسي بالامومه مع ايتام، لما تحسيها بجد هتجيلك بجد، مش تحسيها من منطلق ده عوز. لا، انا بغذيها لنفسي، المصدر ده مش متاح، ادور على المتاح، ابص للمتاح اللي جوه ايدي اللي معايا، اغذيه، اتشبع منه، اجذبه ليا. هي كده اللي نفسها تعمل بيت وعيله. طيب ماشي يا حبيبتي، غذي ده، اعملي منها نفع لناس محتاجين ده منك، هتلاقي نفسك اتجوزتي. انا في عندي واحده بنوته، مش بنوته يعني، انسه 37 سنه، كنت بقولها دايما هنقول الكلمات اللي هتحفزنا ان احنا نبقى في يعني موقف كفايه، ونجيب سبوره، كل الناس هاتوا سبوره وارسموا عليها حاجات انتوا نفسكوا فيها، بس بقولوا وانتوا بتكتبوا على راس السبوره الحمد لله على الحياه اللي انا فيها. البنت دي اتخطبت بعد شهرين عشان صدقت وامنت ان هي كفايه، والكلام اللي بتقوله لنفسها، اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، ده سعي، ده سعي، كن فيكون، اتغير فاللي حواليك هيتغير. انت قصدك ان الحكايه كلها مني؟ ايوه، مش أيوة، مش من بره، مش من الناس، مش من الشغل، مش من اهلي، مش من صحابي، الحكايه كلها انا هنا، انا ببص، انا الكلمه اللي جايه لي دي، انا اللي بكذب بالظبط. برافو عليك، اي اتراكت، انا بكذب الحاجات بالظبط، انا اللي بكذب الطاقه السلبيه او الايجابيه بالظبط، انا اللي بشد لنفسي، وعشان اشد الطاقه الايجابيه ابص على الحاجات اللي عندي وتعلي لي الطاقه الايجابيه، فبالتالي انا طاقه ايجابيه واشع طاقه ايجابيه واجذب طاقه ايجابيه، خلصت الشغلانه. هو ده انت قرار، انت قرار، ما بقول لك في حالات بروفن اتس دون، انت قرار. ودايما لما الواحد بيحب يتسند ما بتسندش على بني ادم، على ربنا سبحانه وتعالى. بالظبط. انا بقى كلمتي لكل الناس، يوم ما تحب تتسند ما تتسندش على متغير. انا المصدر بتاعي لازم يبقى ثابت مش متغير، انا مصدري اللي خلقني، انا عبد القوي فانا قوي، انا عبد الغني فانا غني، فاكت، حقيقه مسلمه، انا باخد من مصدري كل حاجه. السؤال الاخير، انا اعرف ان في حاجه اسمها عقل واعي وعقل لا واعي، واعرف ان العقل اللاواعي هو اللي ماشينا بالظبط كده، والعقل اللاواعي هو اللي عنده الحاجات اللي فيها كل المعتقدات اللي احنا الخاطئه
خاطئة. ساعات في ناس عندها معتقدات صح وفي ناس عندها معتقدات خاطئة. المعتقدات الخاطئة ديت بتبقى أحد أسبابها النشأة، الأب والأم، التنمر، القصص الحب، الفشلة في التين ايجرز دلوقتي المراهقين. أصله سابني، أنا مش هعرف أعيش، أنا لازم أغيره عشان تغيري مين؟ امتى بقى نعرف ان انا العقل الواعي او العقل اللاواعي هو اللي سايقني؟ يعني فين العلامه اللي انا ايه يا مارد؟ لما تلاقي نفسك بتعملي نفس المشكله هي هيها اشكال مختلفه، في ريبيتد باترن، في انماط متشابهه من نفس الشكل. كل شويه اسيب واحد، كل شويه اترفد، يعني عارفه اترفد كل ما بالظبط، اترفد من الشغل، اطلع من حفره، اقف في حضيره، بجذب الرجاله الخاطئين لحياتي، بلا بلا. كل ده معناه ان العقل اللاواعي هو اللي بيمشيني، وديه في ده بالظبط كده. فانا بقى ابتدي اوعى، هو انا واجيب ورقه وقلم اكتبي بقى. فهمتك، انا فهمتك، انت نويتي الدنيا والله يا دكتور. شكرا لحضرتك بجد، يعني انا كده فهمت. وانت قرار، انت قرار. سمع دكتور اخويا بتقولك ايه؟ انت قرار، انت قرار، والله انت قرار. يعني صدقيني، يعني من وجه يعني خبره وتجربه وكده، انت قرار. مشاهداتي عزيزاتي وبناتي، طورتينا يا دكتور. ثانك يو حبيبي. مشاهداتي وبناتي الحبيبات، هنطلع تقليل بسيط كده، نرجع لكم من هي وبس. روبوب كابر، في مواليد اسكندرية، متزوجة وعندي طفلين، بشتغل في الشغل الهاند ميد، مصممة أنتيكات وأساس منزل. أول مرة قررت أن أعمل المشروع ده من حوالي 5 سنين قبل الكورونا بحاجة بسيطة يعني، وكان القرار متاخد علشان هي كانت هواية قديمة بقالها من زمان جدا، وكانت مجرد هواية لغاية ما جاء وقت ان ظروف ولادي ما تسمحش بالوظيفة اكتر من كده، فقررت ان انا اعود والهواية بقت شغل، وابتديت من البيت. ابتديت بحاجات انتيكات صغيرة زي البوكسز والحاجات الصغيرة زي اللي موجودة هنا، وبعدين مع اول قطعة كبيرة دخلت البيت، صراحة جوزي قال لي لا خد القطعة وبرا البيت. السنة دي نزلت مش بشطرنج بس، نزلت بشطرنج بتاع صلاح الدين، ونزلت بقى بلعبة جومانجي دي اللي هي أنا بفكر فيها بقالي سنتين. أنا بالنسبة لي أنا بحب الأفلام الخيالية والرعب والحاجات اللي ليها علاقة بالخيال العلمي والحاجات دي. طبعاً فيلم جومانجي فيه ناس كتير قوي فانز الفيلم ده أو بيحبوه يعني، خصوصاً والأطفال يعني. الفكرة ان طالما انا فكرت بأي حاجة فينتج او اي حاجة ليها علاقة بالألعاب وانتيك وليها اللي بيحبوها، فليه ما فكرش كمان في الحاجات اللي موجودة في الأفلام. اللعبة فكرت فيها بقالي سنتين علشان انفذها بالشكل اللي انا عايزاه. انا ما كنتش عايزه اعملها مجرد صندوق خشب متلون وخلاص، ما كانش هيبقى ليه قيمه زي ما هي تكون لعبة حقيقية. الضيوف بقى 4،
فلو في اتنين ماسكين في بعض فيبقوا الاربعة ماسكين في بعض. فانا هحاول في الفقرة دي كل اللي انا هعمله ان انا افصل بس القوات، يعني ده كل اللي هعمله، لان طبعا احنا كل واحد فينا بيمسك في رأيه وبيبقى مصمم عليه ومفيش موضوع. يا جماعة نرحب الاول ب معلش انا عاملة كده عشان انا هموت من البرد، نرحب الاول بضيوفنا وبعدين نقول ايه الموضوع. السيد الاستاذ حسام راضي منورنا ومنور الدنيا كلها، زميل عزيز وكاتب صحفي قد الدنيا، استاذه ريهام احمد منور الدنيا كلها، استاذه ريهام اخصائيه نفسيه، استاذه ياسمين كمان منور يا قمر، وياسمين اخصائيه ارشاد اسري، واخيرا استاذ عبد الغني ايهاب منور الدنيا كلها رائد اعمال. هل وبالراحه يا جماعه بالراحه كده، فكره ان انا ابقى مخطوبه مرتبطه متجوزة وبسأل صحابي أو صاحباتي أعمل كذا مع جوزي، أعمل كذا مع خطيبي، ده الواد بيخني، خشي شوفي، روحي كلميه، اتدخلي ما بيننا احنا متخانقين، صلحي ما بيننا، صلح ما بين صاحبي، صلح ما بيني وما بين خطيبتي أو ما بين مراتي. هل دي فكرة انت بتصغري لي؟ انت بتصغري لي، انا بسال، انا ما هم اللي هيقول، انا مش ماليش دعوه، انت بتصغري لي يا ماما. هي بتصغري والله، دي بتصغري والله. طيب بتضحك لك انت، هي اللي ضدك، هي اللي ضدك، ما تسكتيش على حاجه. انا غلطانه، انا قلت في الاول انها هفصل. لا ما تفصلي، قولي اللي انت عايزاه. لا قولي، انا مش حاسه. هقول، قولي قولي. ها طيب، بدايه كده خلينا واحنا بنتعامل مع الموضوع نتكلم الأول عن الفضفضة بصفة عامة، يعني أنا مثلا بحتاج أشارك حد من أصدقائي ولا لأ؟ تمام كده؟ فإحنا معظمنا، لأن الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، بيحب يشارك أفكاره، بيحب يشارك مشاعره مع حد زيه، تمام كده؟ طيب أهم حاجة بقى اللي أنا بختاره صديق ده شكله إيه؟ عامل إزاي؟ ليه؟ لأن أنا لما هختار حد أشارك معاه أفكاري وشارك معاه مشاعري، مهم جدا ان هو يكون شخص موثوق فيه، تمام؟ صح. دي اول حاجة. صح. تاني حاجة ان هو يكون شخص حيادي، لان انا وانا بتكلم معاه مش محتاجة ان هو يكون معايا طول الوقت، ولا محتاجة ان هو يكون ضدي طول الوقت، محتاجة اسمع وجهة نظر قد تخالف وجهة نظري، بس تكون وجهة نظر سليمة، تمام؟ حل. فإحنا لو هنفضفض مع أصحابنا حاجة تخصك كمان، ولا تخص الطرف التاني؟ تفرق. حاجة تخصني أنا، أنا دلوقتي طول ما أنا الحاجة تخصك تمام، طول ما الحاجة في الإطار اللي تخصك أنت بس تمام، أنا معاكي. تمام. إنما هتدخلي أسرار للطرف التاني بتاعك تبقى فضيحة. إحنا دلوقتي طب إزاي أنت اتجوزتي؟ بص أنا دلوقتي مش أنت عقد الجواز الأول حاجة، عقد الجواز قايم على إيه؟ قايم على ايه؟ ستر وخصوصيه. تمام تمام، ستر وخصوصيه للطرف الثاني، بس ده انا بطالبه بالستر وهو مطالب بالستر، بس ده لا يمنع حضرتك. تمام. انا ما وضحتش وجهه نظري. ما ده برضه لا، ده انا وانا بمضي عقد الجواز بتاعي، عملت عقد الجواز قانونا وفي ميثاق عند ربنا. صحيح، بس انا لا ينفع لا يمنع اقعد مع صاحبتي ان انا اعري جوزي؟ لا يمنع ان انا ينفع هو يقعد مع واحد صاحبه اخد راي يعريني؟ لا، والحاجه الاهم بقى ان هو هنا مش هيكون محايد. لا نسمع بعض، نسمع مع حتى المخرج هو جاي. هو هنا مش هيكون محايد. لو في مشكله انا مش عارف احلها، فبالتالي هلجا لاقرب صديق ليا. ليه؟ هو انت متجوز ليه؟ متجوز قلة؟ لا طبعا. طب ما تتفاهم معاه. لا ما جربت تتفاهم معاه؟ ايوه، التفاهم ده شيء طبيعي. طيب اسمحوا لي، ده شيء طبيعي، اتفاق شيء طبيعي، ولكن هو احنا لو احنا الاربعه هنتكلم محدش فينا هيسمع حد. انا اقول لك، انا قلت لهم كده، قلت لهم الاربعه هيتكلموا في الدنيا. انا بس الفكره كلها انت حضرتك انت على خلاف مع الطرف الثاني، صح؟ اتفقنا على دي. انا مش هتكلمش على، لا لا لا، انت انا بتكلم دلوقتي، ما تكلمش عن شخص. هي بتدي حضرتك، بتدي حضرتك مثال حضرتك على خلاف. كلنا عارفين ان احنا بنتكلم على اشخاص بينها وبين زوجها، واحد على خلاف، اسمعوا بعض، واحد على خلاف مع زوجته، زوج على خلاف مع زوجته، صح؟ الخلاف ده ايه الهدف منه؟ الهدف منه ان انا اعرف افهمه، اعرف اوصل لمشاعره، يعرف يفهم مشاعري، نعرف احنا الاتنين نعمل كوبري كده نوصل لبعض. لو فيه تسدت، لو تسد ال 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 خلاص وصلنا للطلاق؟ لا مش يعني، ما هي ممكن في استشاره مختص، اي خلاف، في مختصين حتى ليه، اي خلاف انذار، انذار كده ان في مشكله في العلاقه. طيب بعد اذن اي خلاف انذار سيبهم، لو ما عالجتش الخلاف، وضح لو ما عالجتش الخلاف يا ياسمين. استاذه ياسمين بعد اذنك، يعني يفضل
واحنا بنعرض نعرض النظريه على وجهيها. يعني ايه؟ يعني انا عندي انا خدت على طول فكره ان انا داخله في علاقه زواج وان انا حصل خلاف بيني وبين شريك حياتي والخلاف اللي حصل ده ادى الى طلاق مش قادره اوصل معاه الحل وانا مش قادره اوصل معاه الحل تمام. ونسيت ان وانا بتكلم عن العلاقات نفسها فكره العلاقات متدرجه. يعني ايه؟ يعني احنا طلعنا الليفل الوحش على طول اللي هو بنتجوز وبنتطلق. طب ما انا في مرحله كانت مرحله ارتباط في حد ممكن يلقى يعني موقف كانت مرحله خطوبه في مرحله مخطوبين نحكي في مرحله ثواني في مرحله اللي هي مرحله زواج مختص. تمام مختص واحنا وانا قلت بقول لك مختص بقول لك بقول لك صديق يكون عنده لديهم خبرات لديهم خبرات 70 دراسات مش اي حاجه. لو ده راي شخصي انا احترمه انما شورى بينهم بس مين مين اللي هيستشير شورى بينهم من العلاقات بتدمر من تدخل الاطراف. انا هستشير الشخص انا مش بقول لك راي الشخص على فكره. طب نسمع نسمع الراجل الغلبان ده. ايوه استاذ عبد الحليم اتفضل اتفضل يا فندم عقب بس اتفضل. الاستاذه كانت بتقول هندخل حد محايد الحد لا انا ما قلتش هندخل حد لا يكون يكون صفاته ان هو إن هو يكون محايد هو عمره ما هيكون محايد هو هيتحايل. طب هوضح لحضرتك بس الفكره سواء الاخت سواء هو لازم يتعرف من الشخصيه لازم هو يتعرف من الشخصيه بس الطرفين لازم يبقوا مختلفين. ايوه لازم لا احنا بنتكلم على الفضفضه ان انا اخد خالتي وفضفضها لا ما ينفعش عيوب جوزي احنا بنتكلم هنا انا مش سامع الناس مش هتفهم اولا هيحوله لو سمحتوا بس انا عايزه اوضح حاجه. انا دلوقتي ما قلتش ان انا هدخل طرف ثالث احنا بنتكلم او طرف محايد او طرف محايد. انا قلت يعني ايه محايد؟ انا بقول انا هتكلم مع شخص موثوق وشخص حيادي. يعني ايه حيادي؟ يعني موضوعي يعني هيتعامل مع الموقف بموضوعيه. الطرف الثاني سامحلك ومش بتكلم هو في مشكله اصلا هو في مشكله يعني ثانيه واحده ممكن اسال ممكن اسال واحنا نرد هنرد يا جماعه يا حالتم بقى وانا بقى مش عارفه اروح فين دلوقتي. لو هي متفقه هي وجوزها خلاص عين العقل خلاص انه احنا لما هنتخانق هندخل فلانه وفلان مثلا هما الكابلز المتجوزين 100 هكلم مامتك لا بس الافضل ان انا مش بتكلم لو هم متفقين في الست الكل ما تعرفيش كام واحد دخل اهله وفي الاخر اتصالح هو ومراته واهله مقاطعين مراته. لا 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 انا دلوقتي لا مش بتكلم هو ما ينفعش ندخل الاهل في المشاكل في المشاكل احنا ممكن ما ندخلش الاهل في المشاكل الزوجيه. احنا ممكن الصديق في اللحظه ديت ممكن الصديق العن لا لا مش كل الاصدقاء مش كل الاصدقاء. طب بصي يا رضا هنرجع بقى للحلقه اللي فاتت. الحلقه اللي فاتت قلنا ان احنا كده هنخش لما الاثنين المشكله هتكبر ما بينهم او الاثنين طول ما هو في اطار ان الاثنين حوالين بعض او مع بعض هيلموا الموضوع. طرف تالت دخل هيخش ده هيعاند وده هيعاند بالظبط والاثنين لما يعاندوا كل واحد عايز يطبق كل حاجه مش كل حاجه لا شرط احنا لقينا بقى في المواضيع دي كل يوم ما بتدخلوا لنا التليفونات كده نشوف يا جماعه مع ولا ضد ان الاصدقاء يتدخلوا. ده فكره بس يا جماعه طب انا صديقه عايزه اتدخل وبالراحه. انا في فكره بس عايزه اوضحها. احنا دلوقتي مش بنتكلم ان طرف هيتدخل احنا بنتكلم أيوة. ان انا كشخص متضايق من حاجة حصلت معايا من موقف حصل معايا ورايح افضفض مع صديق مش مسموح لك تفشي يعني اسرار جوزك او هو يفشي انا ما بتكلمش دلوقتي ليه كل حاجة عندك يعني اللي هو انا لازم اروح افشي لا. اسرار العلاقة انا مش هفشي اسرار العلاقة بس زي ما قلت لحضرتك دلوقتي انا في مرحلة ارتباط انا في مرحلة خطوبة في رأي مصيري في حاجات انا ما مرتش بيها قبل كده قد يكون الصديق ده مر بيها تمام قال لك ان هو مر بيها يا ستي سيبيها انا اضرب صديقي مثلا باللي انا اضرب يعني صديقي مثلا هو بيرجع لي وانا برجع له. انا ما بتكلمش على حاجه شخصيه انا ما بتكلمش على الشخص انا يعني احنا مش عايزين على الاصدقاء في العموم مش عايزين نتعامل مع العلاقات بفكره اللي هو ابيض اسود يعني يا اما انا متمسك طول الوقت مفيش حاجه اسمها ابيض واسود انا بكلمك في شر كله دلوقتي ده يعني على السوشيال ميديا كل داخل يوم كاتب انا حصل لي مشكله كذا كذا ما ينفعش ده مرفوض ده مرفوض يا جماعه يا جماعه ده مرفوض على جنب انا بتكلم في الصديق انا بتكلم في الموضوع ده السوشيال ميديا طبعا السوشيال ميديا ده خراب بيوت اللي هو ان واحد يكتب على حط التليفون على السوشيال طب متفقين والله طيب انا هعمل فكره حلوه
لما اخرج بترقع بوست على انا هعمل كده. انا هعمل كده. انا اصلا لسه معايا. انا هعمل برنامج لوحدي. طب امشي. طب اقوم. خلي بالك هنا نسب الطلاق زادت بسبب كده. طيب احنا فتحنا صفحتنا. احنا فتحنا صفحتنا هي وبس اللي على الفيسبوك. يلا بنقرا المنشور بتاع خرابي. بنقرا المنشور بتاع اهو دي صفحتنا هي وبس اللي على الفيسبوك. احنا دلوقتي فتحت المنشور او البوست اللي موجود على صفحه هي وبس. يلا بينا. Alright. طيب رانيا بتقول ضد طبعا 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 هي ضد تدخل الاصدقاء في العلاقات. رحمه بتقول ضد عشان مش كل الصحاب هتحب الخير. طب رضوى رجب بتقول ضد طبعا او مش كل الاصدقاء. نجات بتقول اه طبعا مع. ام نور بتقول هي صديقتي واختي من اكتر من 25 سنه ومع. رنا بتقول انها ضد طبعا عن تجربه. يعني رنا اكيد اتلسعت. اوكي طب هحط التليفون واخد رانيا. يا رانيا يا رنونة صح يا رنونة. الو ازيك يا رنونة؟ ايوه ازيك. ازيك يا رضوى عامله ايه؟ عامله ايه في البرد ده يا رانيا؟ عامله ايه في البرد؟ الواقع الاليم اللي احنا فيه. لا الجو حلو تمام في المنصورة. اللهم صل على النبي. قلت لك الجو حلو. لا زي الفل. طيب يا رانيا انت مع ولا ضد ان انت؟ انا بس عايزه اقول لك حاجه يا رضوى. يلا رنونة ونبي نقفل التلفزيون. يعني اسمعيني من التليفون يا حبيبي. لا انا عايزه اقول لك حاجه الاول قبل مع او ضد. طبعا قولي. اوكي تمام. انت هتتنرفز عليها كده. سامعاني كويس؟ يا روحي سامعاك يا قلبي. طيب تمام. انا عايزه بس الاول اقول لك ان انت انسانه جميله جدا داخليا وخارجيا. شفتي التفتيت يا قبل اي حاجه وقبل اي كلام. انا بحبك يا رنونة. وصراحه يعني بصي اللوك الجديد بتاعك جميل جدا. يا والله اي حاجه جميله بصراحه. تسلمين يا رنونة. مش الكلام الحلو ده والله العظيم. انت مع ولا ضد؟ انت عايزه ايه وانا هعمل لك كل اللي انت عايزاه بقى. قولي لي بقى. قولي لي مع ولا ضد؟ لا رنونة راحت فين؟ مش مهم هي كانت عايزه تقول لك الكلمتين دول بس. والله احسن. رانيا فين؟ انا بحبك يا رانيا. طيب بصي طيب. انا عايزه اقول لك اكمل قرايه واكمل التليفونات عشان انت لما بتتكلموا بتتكلموا في 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 نعم. كاترين يا كاترين. كاترين كاترين ايوه. ازيك ازيك يا كوكو؟ انا الحمد لله. كوكو قولي لي بحبك قوي. حبيبه قلبي انا بحبك قوي. بحبكم كلكم. اللوك الجديد بجد قمر قوي عليكي بجد. حبيبتي اي لاف يو. طب يلا قولي لي بقى انت مع فكره ان انت لو في مخطوبه لواحد او حاجه وعندك مشكله تدخلي واحده صاحبتك ولا لا؟ كوكو على عادي. لا انا سامعه الكلب تمام ماشي معانا مفيش مشكله. قولي لي بقى رايك ايه؟ ده رايي. لا مع مع ان هم يتدخلوا. كلب معترض اهو. الكلب مش عاجبه كلام. الكلب مش عاجبه كلام كده بس معاكم خلاص. طيب اخد بقى انا بس عامل عايز اعمل ذا نيوز. طيب طب هاخد بسمه. يا بسمه الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حبيبتي. ما شاء الله لا قوه الا بالله على النيو لوك ما شاء الله. يا جميله يا رضوى. ربنا يخليكوا والله. ربنا يخليكوا ليا والله العظيم. حياة ربنا. تسلمي. بصي انا ضد التدخل حبيبتي. بصي يا بسمه. بصي يا رضوى دلوقتي حبيبتي انا مثلا هتكلم مع صديقه قلت لها على حاجه مثلا مضايقاني من زوجي او من خطيبي. أوكي. هي ما تعرفش بقيه الصفات. هي مش واحده مع الشراه وعارفه بقيه صفاته. الحكم هيبقى غلط. أوكي. الحكم في الموقف ده هيبقى غلط. ممكن تديني نصيحه توديني في داهيه. ماشي. هي ما تعرفش بقيه صفات الراجل. صح ما تعرفش طباعه. ايوه دي حاجه. تاني حاجه النفوس دلوقتي يعني ربنا اللي يعلم بيها. ده لو كان الاصدقاء زمان يعني نقول يعني معقولين دلوقتي اردمي. لا برضه ما نقدرش نعمم برضه يا بسمه. برضه في ناس حلوه وكويسه وطيبين. بس انا مش عارفه بقى انا واقعه مع مين. ما هو انت مش ما تعرفيهاش كليه. انت مش هتعرفيش وهي يعني نيتها ايه. وزي ما انا قلت لك هي مش عارفه بقيه صفاته عشان تحكم صح.
هي بتحكم من موقف. بصي هل انت عندك تجربه يا بسمه قبل كده؟ اكيد طبعا، انا ما شاء الله انا متزوجه بقالي 20 سنه. الله بس الله، انا هقول لك حاجه، انا ما بحكي، انا فعلا حكيت مره مثلا لاصدقاء، بتلاقي النصيحه مش حلوه، يعني انت ممكن بتحكمي عقلك، انت عاقله شويه هتحكمي عقلك، لو انت قلتي ورا النصيحه ممكن تخربي الدنيا. يعني انت يا بسمه هل انت استشرتي مثلا، انا اسفه انا بقاطعك بس عايز اسالك، هل انت استشرتي حد مثلا من صحباتك في يوم من الايام اداكي نصيحه طبقتيها فاكتشفتي ان انت يعني لا انا بصي اداني نصيحه طبقت عكسها الدنيا اتعدلت معايا، طبقت عكسها. ايه؟ اه ما تهزريش. لا فعلا فعلا. بصي حبيبتي انا لو في حاجه عايز اكتسب منها خبره، يعني مثلا موقف انا مش عارفه اتصرف فيه ازاي مع زوجي او مع خطيبي، بروح لانسان ذو حكمه من اهلي، يعني والدي والدتي خالي عمي من اهلي، وبحكي الموقف بعيد عنه، يعني مش لازم اقول هو عمل. برافو عليك. انت بتحكي الموقف يا جماعه في الموقف ده يكون تصرفي ازاي؟ خلاص 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 ماشي يا بسمه، برافو عليكي شاطره والله يا ست عقله. شكرا يا بسمه يا حبيبتي. طيب لا اكمل الصفحه بتاعتي، هنقل الفقر اكمل الصفحه بتاعتي. نور الهدى بتقول انا ضد طبعا عن تجربه اللي كانت عامله نفسها صديقتي مع اول مشكله ليا مع زوجي، خانتني مع زوجي. ما مش اي حد اصلا حكايه الفكره كلها عشان نتفق خلينا نتفق فعلا والله، وكانت عايزه تتجوزه. يا نهار ابيض، احنا مش مختلفين على الموضوع بحد ذاته. ايمان محمد انا ضد احسن الزوجين يحلوا مشاكلهم لوحدهم. في شخصيات، في شخصيات. محمد حنفي بيقول لنا تحياتي ليكم من سوهاج. تحياتي سوهاج بلدياتي طبعا. انا ما فهمتكش يعني طبعا. انت ايه موافق ولا مش موافق؟ منار انا مع طبعا، عشان لو شخص انا عارفاه كويس مع اني اصلا مش عارفه ايه هي مع. ايه لا مش هقول. نورهان بتقول بصي في تدخل بيعمل مشاكل ما بين الشخصين، وممكن الراجل ما يحبش التدخل ده لانه ده خصوصيه فيحصل مشاكل طبعا. يعني هنا معظم الاراء بتقول الكلام اللي ياسمين واستاذ عبد الغني بيقولوه، انه لو كل حاجه ليها في الدنيا زي ما بيقولوا بالانجليزي بروز وكونز، الايجابيات والسلبيات او الحلو والوحش، فبالتالي انه لو انا عملتها قد يكون في فايده، لكن لو انا ما عملتهاش الفايده بتاعته اكبر واكتر، لانه الشخص اللي انا بفضفض له هو على غير درايه بطباع الشخص على زوجي او خطيبي او كذا. الشخص اللي انا بفضفض له يمكن يكون عينه، بتسمعي يقولك ايه الراجل كان عينه من مرات صاحب او عينها من كتير. من احد ايه دي بقى، انا بحاول الم معاك معايا هو عمال سخني حقيلك كده بقى. مش كل الاشخاص بنعممش تعميم خطا، احنا مش بنعمم بس احنا بنقول انه هنا بقى الاراء بتقول ايه، يستحسن بلاش يا جماعه ندخل حد عشان الدنيا ما تبص. هو الافضل طيب. الافضل في البدايه عدم تدخل اي شخص. اللهم صل على النبي. حينما هنتقرب ها. لا هو دلوقتي خلينا نتفق، لو حصلت مشكله دلوقتي، لو حصلت مشكله ومش عارفه احلها وخلاص، يبقى متخصص بقى، ما تجيبش بقى متخصص اجتماعي. بس ما تجيبش الاهل عشان يشيلوش. نعم يا استاذه ريم، نعم يا استاذه، او متخصص يكون على درايه يديني النصيحه الصح. ماشي اهو جندنا واحد فاضل الاخيره. لا لا يلا يا حبيبتي. واحنا يعني واحنا بنتناقش كلنا مع بعض، احنا عملنا خلط بين يعني بين نقطتين، حتى اثناء المداخله اللي حصلت هو برضو في خلط بين النقطتين. فكره التدخل وفكره ان انا استشير، احنا مش بنقول ان انا مع ان طرف يعني طرف ثالث او طرف خارجي يتدخل بيني وبين شريكي ايا كان هو مين. طيب انا بقى ولكن انا بتكلم ثواني، ولكن انا بتكلم عن فكره ان انا قد احتاج ان انا استشير. ما هو يا سيدي يا جماعه صلوا على النبي، ادوني فرصه اتكلم بقى والله دلوقتي. يا ريهام يا ريهام ماشي ماشي، ما هو انت النهارده لما ترفعي عليا سماعه التليفون حضرتك بتستشيريني في مشكلة زوجية ما بينك وما بين جوزك. ما بتكلم، أنا قلت مش هتجيبي علاقات متدرجة. خطيبك تمام. خلاص، فأنت بتقولي لي أصل هو بيجيبليش هدايا، فأنا شاكة إن هو بخيل، فمش عارفة إيه، فأنا إيه. نمرة واحد حضرتك بتكلمي واحدة
معتقداتها مختلفة عنك مش عن خطيبك. تمام. خلاص؟ تمام. فأنا مثلا معتقداتي إن اللي ما يجيبليش هدية في مناسبة غير مناسبة يبقى بخيل. فأنا أول حاجة هقولها لك إيه؟ لا ده بخيل. ليه؟ مش عشان أنا شخص وحش ولا عايز أفرق بابك وبين. عشان هو ده طريقة تفكيري أنا. خلاص؟ طب أنا بقى مش أي شخص بقى هو شكرا. أنا بقى كمان بقى عيني منه. ايوه فانا ارد عليك اقول لك ايه عيني منه بقى تعالى ده انا كلمته وقلت له يجيب لي هديه وما رضيش وما اعرفش ايه منه برضو ما زلنا بنتكلم في ان احنا يعني ايه بنتعامل مع اشخاص سيئين انت ايش عارفه لا انا بتعامل حالات واقعيه زي قصص حقيقيه بتعامل مع حالات واقعيه كل حاجه بيسبب خيانه زوجيه في الاخر والراجل بيبقى مظلوم لا مش دايما لا مش دايما لا مش دايما بيتاثر ثانيه واحده بس مش دايما الحالات الثانيه الاهل بيتاثر انا عندي قصص كتير قوي اللي لحق الجوازات اللي صلحوا ما بين الاثنين المتجوزين الاصدقاء مرة المشاركين ولا مره واثنين وثلاثه و10 و20 و30 لا ليه الطلاق يا شيخ حرام عليك طب اسمحي لي اقول لك انا ما وضحتش وجهه نظري ليه نسب الطلاق في مصر انا ما قلت في الفتره الاخيره من ساعه ظهور السوشيال ميديا لا ما تحملش السوشيال ميديا نسب الطلاق اللي ارتفعت في مصر او غير مصر السوشيال ميديا الناس كلها بقت تتكلم مع بعضيها التواصل مع بعض الناس بقت بتطلق لانه الكونسبت او المبدا بتاع الموده والرحمه اللي الجواز بيبني عليهم اتغيروا دلوقتي الشقه والعربيه والشكل ومعرفش ايه وشكلها ايه وده بيروح الجيم ازاي وده العضلات وده مش عارفه ايه محدش بقى بيبص للجوهر على قد ما نبص على المناظر من بره بقى اوضح لك اخد رأيي على التليفون اوضح لك اوضحي انا دخلت اطراف ما بيني وما بين الشخص اللي هرتبط بيه او خطيبي او جوزي تمام وهما نيتهم حلوه جدا انا اتعلمت بقى احل مشاكلي معاه ولا انا دايما محتاجه واسطه لا اتعلمت لا مش واسطه ليه بقى لان انت النهارده لو متجوزه واحده هنقول انها مطلقه وانت لسه متجوزه خلاص الست دي عندها خبره نوع من الخبره تمام فانت مثلا ايه عصبيه مثلا مع جوزك تمام خلاص في الطلب فهي تقول لك ايه فاتخانقتوا فهي ترد تقول لك ايه لا يا هبل لما تيجي تطلبي طلب من جوزك اولا مش اول ما يدخل من باب البيت دي مشوره بقى صح طب هو ده اللي بتقوله ما دخلتش بيني وما بينه هو ده اللي هي بتقوله لا ايه اول ما انا قلت لا هي جايه عايزه تطمن هي عندها معتقد عندها معتقد بس اقتنعوا انت خلاص عندهم انا بناتي الاثنين كويس يا استاذ احمد دي ما حدش هيقول لها حاجه بس الحلقه خلاص انت خلاص والله ما هتبقى انا بكلمك اخد رانيا انا مصدقاك اخد رانيا يا رانيا رضوى صدقيتي يا خلاص تقوس تتضغي في ايه يا رانيا يا رضوى ايوه يا رورو قولي لي يا رورو مساء الفل يا روحي قولي لي انا اولا بس عايزه اقول لك اللوك بتاعك تحفه لا يا جماعه كده كتير عليا النهارده يلا بينا اي لاف يو رنونا يلا يلا يا حياتي قولي لي ما اقدر اخد اصدقاء ولا لا انا ضد تماما ضد تماما ليه ضد تماما قوس بصي هو غير تجربه يعني انا في تجربه شخصيه انا والدي وانا صغيره كان في مشاكل كتير ما بينه وما بين والدتي جدا والدتي دي كانت ليها صاحبه من وهي في اعدادي ولدرجه ان احنا يعني كانت في كل حياتنا تدخلاتها في كل حياتنا وكانت بتحكي لها على كل المشاكل ما بينها وما بين والدي طبعا والدي ما كانش يعرف بس هي كانت تعرف والدي من بعيد لبعيد حلو وفي الاخر نصحتها ان انتوا المشاكل دي مش هينفع ما بينكم تتحل وخلتها تنفصل عنده وبعد كده هي اتجوزت قدره نو جبروت وكانوا قد ايه صحاب الستتين دول قد ايه صحاب يعني مامتك وقصدي وستتين دول من اعدادي لحد 40 سنه اوف دي نفس نظريه المال بالاخر عايزه ان هي كانت عينها من ايه انا من قبل ان هي تتجوز نعم هي عرفت في الاخر ان صاحبتها دي عينها منه من قبل ما هي تتجوزها كده طيب ما كنتش ادخلها وكنت احتفظ بيها كصديقه جميله لذيذه اموره فله ربنا يستر ربنا يستر طول عمر التجارب ايوه قول بقى كلمتين قبل ما نختم عشان احنا خلاص طول عمر التجارب بتثبت مع الايام ان الاثنين لما يقفلوا مع على بعض باب واحد مشاكلهم هتتحل بالظبط هيخش طرف ثالث الموضوع كده والحقيقه كمان انه صفحتنا هي وبس اللي على الفيسبوك معظم الاراء ضد
ما انا عشان ادي نصيحه اصلا لازم اقول على علم التفاصيل الموضوع. احنا مش من الاول مش مختلفين اصلا على النقطه دي. لا 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 هم معانا خلاص. هو استاذ حسام خلاص احنا خدنا ريهام. لا اخلص من الاول اخلصي لازم اختم اخلصي تمام اخلصي بقى الهوا بيخلص. لا احنا برضو انت برج ايه؟ احنا اتفقنا برج الحوت. برج الحوت احنا اتفقنا ان ضد فكره التدخل ولكن قد نحتاج في بعض الاحيان ان احنا نستشير المختص. انا انا ممكن اروح لمختص بس خلاص. انا شكرا شكرا يا ريان شكرا يا حسام شكرا يا استاذ عبد الغني شكرا يا ياسمين خلاص هم الحمد لله احنا اتفقنا ان احنا كلنا هنروح لمختص. اللهم صل على النبي. يلا الحمد لله عشان انا الحلقه دي خلاص كده لازم اني دلوقتي يا جماعه عشان انا خلاص عايزه اشرب ميه اموت من البرد. مش انتوا عايزين براتي يا حبايبات. خلصت فقرتنا خلصت كمان معاهم حلقتنا ان شاء الله لنا عمر بكره الساعه 6 حلقه جديده من هي بس خلاص.